مساء الخير وحلقة جديدة من الجسر، يمكن بعد غياب شهر كامل، شهر أغسطس في عام 2020، السنة الصعبة جدا. عادة شهر أغسطس ده بيكون شهر دايما شهر الأجازات، شهر الهدوء، هدوء نسبي على مستويات مختلفة، ولكن للأسف من يعني اللي تعودناه في عام 2020 إنه الهدوء مش موجود من أول العام. فكان شهر أغسطس ما كانش شهر هادي خالص، بالعكس كان فيه أحداث كثيرة وهامة جدا. يمكن بدايتها كانت أحداث انفجار بيروت اللي خلف ضحايا ومصابين كثيرين، وتم تدمير أهم منطقة حيوية في بيروت. فطبعا أولا بخالص تعزية وطاقم البرنامج لأسر الضحايا، وبندعو ربنا أنه يتغمدهم برحمته وإحسانه، وبندعو للمصابين بالشفاء العاجل، وإن شاء الله يعودوا إلى حياتهم الطبيعية في العاجل. أنا عايز أقول على حاجة، أنه اللي بيحصل في اللي حصل في لبنان، وطبعا ده كان وجع لكل لبناني وكل عربي وكل إنسان يعني بيشوف حاجة زي كده، على طبعا شفناها كلنا على شاشات التلفزيون سواء العربية أو الأجنبية، وكان صعب علينا كلنا. ولكن أنا عايز أقول على حاجة، طبعا أنا مش هتكلم في التفاصيل لأن كلكم حضراتكم عصرتوا اللي حصل وتفاصيله بالظبط، ولكن اللي أنا عايز أقوله أن الشعب اللبناني شعب قوي، وشعب بيصمد في الأزمات، وصمد قبل كده في أزمات أكثر بكثير من اللي حصل. الشعب ده شعب يعني بقادر وقادر وقادر انه يعيد بيروت الى رونقها وافضل، انه يعيد بناء لبنان، انه يتغلب على ازماته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخلافه. فاحنا ده مطمئنين ان هذا الشعب عنده القدرة وعنده الصلابة انه يقدر يواجه المشاكل والأزمات ويتغلب عليها، ويمكن ده شفناه في خلال 50 سنة اللي فاتوا. فطبعا احنا قلوبنا ووجداننا كله مع كل لبناني سواء موجود داخل لبنان او خارج لبنان. الحاجة التانية النهاردة، طبعا احنا لا يعني مش هنقدر ما نتكلمش على الكورونا وهذا الفيروس اللعين اللي هو الشغل الشاغل للعالم كله، ولكن اللي احنا يمكن خلال الشهر ده حصل تحسن في الإصابات وفي الحالات في بعض الولايات بأمريكا، وساءت في ولايات أخرى. فعلى سبيل المثال مثلا في نيويورك نسبة الإصابات قلت، نيويورك ونيوجيرسي والمنطقة المحيطة قلت كتير، زادت في كاليفورنيا، في فلوريدا، في تكساس برضو بطريقة غير متوقعة. وطبعا كل الزيادات دي او اللي بيحصل اللي هو عدم الالتزام بابسط القواعد، وهي البعد الاجتماعي، ارتداء الكمامة او الماسك، ده هام جدا. وما زلنا في انتظار العلاج الحقيقي او العلاج الواضح الصريح لهذا الفيروس، والماسك اللي ممكن يحمينا من الإصابة بفيروس كورونا، واللي كتير بيتكلموا وبيعتقدوا انه ممكن يكون في اشياء او دلائل على وجود المصل او العلاج خلال الفترة القادمة قبل الانتخابات لتدعيم موقف الرئيس دونالد ترامب. فاحنا بنتابع وهنشوف. ولكن الحياة رجعت لطبيعتها في كثير من الولايات، يعني المطاعم اللي هي داين ان الداخل والخارج، ولكن في بعض الولايات زي في نيويورك مثلا ما لسه لحد دلوقتي ممنوع الاكل داخل المطاعم، ولكن ممكن في الخارج، ممكن في خيمة، وطبعا مع الاحتفاظ ايضا بالبعد ما بين الطاولات او الترابيزات اللي الناس بتقعد عليها وبتاكل. تم اعادة افتتاح الجيم في نيويورك يوم 2 سبتمبر. تم المدارس لم تفتح بعض في معظم الولايات، ولكن في الأماكن اللي فتحت فيها المدارس هي أونلاين،
ما زالت اونلاين، يعني ما فيش الولاد ما بيروحوش المدارس ان بيرسون. في معاد يمكن قالوا الجوفرنر في نيويورك انه يوم 21 سبتمبر، والمايور قال 21 سبتمبر عايز يرجع الولاد للمدارس، ولكن هذا التاريخ ايضا عليه جدال، عليه جدال ما بين اولياء الامور، ما بين المدرسين والمدرسات، ما بين الادارات التعليميه، لسه لحد دلوقتي مش عارفين، لانه الجامعات ايضا فتحت، وللاسف يعني في بعض الجامعات فتحت وفتحوا الكومبلكس او الدورم عندهم وحصلت اصابات في اول اسبوع. يعني على سبيل المثال في الاباما في اول اسبوع اصيب 550 طالب بفيروس كوفيد 19، فطبعا رجعوا قفلوا تاني وبدا الدراسه تكون اونلاين. فلحد دلوقتي الغالبيه العظمى اونلاين او دراسه عن بعد. الرياضه، الرياضة بدأت تعود للدوريات المعروفة خاصة في أمريكا زي الـ NBA والبيسبول وكرة القدم بدأت تعود. ولكن في تجربة يمكن عجبتني ويمكن حضراتكم كل معاصر شايفينها، يعني في الـ NBA أو الباسكتبول ليج جهزوا مكان معسكر في أورلاندو في ديزني مغلق لمدة 3 شهور. كل اللاعبين والمدربين والإداريين والعمال اللي بيشتغلوا وموظفين الهوتيلات اللي الناس بتقعد فيها والأكل كل ده اتجهز لمدة 3 شهور، ممنوع حد يخرج، ممنوع حد يخرج من المعسكر لمدة 3 شهور، ولو في حد مضطر انه يخرج لظرف طارئ بيرجع تاني، لما بيرجع ما بينضمش على طول إلى المعسكر اللي فيه كل الناس، ولكن بيروح لمكان بيحصل فيه نوع من انواع زي كورانتين لمده 15 يوم. بعد 15 يوم بيعملوا فحوصات اللازمه وبعد كده يقدر ينضم للفريق او لفريق العمل اللي هو بيشتغل معاه على جميع المستويات، من يعني كل شخص موجود بيطبق عليه هذه القواعد. ولحد دلوقتي النتيجه زيرو اصابات. زيرو اصابات، ده دليل على ان لو احنا خدنا حذرنا فعلا مش هيبقى فيه اي اصابات خالص. فالان بي اي كانت مثال يحتذى به. بالنسبه للبيسبول ايضا بدات المباريات ترجع، ولكن بيعملوا فحوصات مستمره على طول، ولو ثبت انه الفريق فيه لاعب او فيه مدرب او فيه اي حد اداري بيشتغل في الفريق اصيب بالكورونا بيوقفوا الفريق بالكامل لمده 10 ايام او اسبوعين برضو كوارنتين لحد ما يثبت ان هو ما عندوش او الفيروس ده راح منه. فدي الطريقة. كرة القدم زي ما حضرتكم متابعين يمكن في اوروبا وفي دولنا العربية بدأت مباريات بدون جمهور، بدون مشجعين، وطبعا مع الاحتفاظ ايضا هم حاجتين اتنين، المسافات وارتداء الكمامة. ارتداء الكمامة، ارتداء الماسك من اهم ما يمكن. المدارس يعني هامة جدا. الولاد الصغيرين طبعا لا إراديا ممكن يعملوا أي حاجة يقربوا من بعض وكده، فعشان كده هي دي اللي فيها التعطيل أكتر. ولكن معظم المصالح الحكومية والمؤسسات والشركات بدأت ترجع، بدأ يرجع الشغل ولكن ببطء، وبدأت المصالح الحاجة اللي كانت بتاخد ساعة بتاخد يوم ويومين. التليفون اللي كان الواحد بيرد الناس بترد عليه بدأ يبقى فيه هولد زي ايام مثلا من 30 سنة فاتوا. فبس ده كله بيتحسن مع الوقت. بالنسبة للطيران، الطيران ما زالت الخطوط الملكية الأردنية معلقة رحلتها من وإلى أمريكا إلا للعالقين. العالقين اللي هو اضطر ان هو يقعد هنا وغصب عنه قعد فلازم يرجع، فهي فتح بس طائرات للعالقين، ولكن كانتظام رحلات الخطوط الملكيه الاردنيه ما زالت معلقه رحلتها. الخطوط المصريه فتحت رحلتها بانتظام، ولكن من اول من 1 سبتمبر لابد ان علشان تركب طياره على مصر للطيران لابد ان انت يكون عندك فحص للتست الكورونا او المسحه زي ما بيقولوا 72 ساعة قبل ما تصعد على الطائرة.
قبل ما تصحى ده الطائره بتعمل كون فحص عاملاها ب 72 ساعه او ممكن طبعا اقل من كده. المهم النتيجه ما تكونش زياده عن 72 ساعه، وده بيسمح لك ان انت تصعد على طائره مصر للطيران. وطيران الامارات فاتح طبعا مع التحذيرات في جميع الطيارات سواء مصر للطيران او في الامارات انه ارتداء الماسك طوال الرحله. طبعا عمليه صعبه شويه الا وقت الاكل او، ولكن ارتداء الماسك معظم الوقت وقياس الحراره، ويعني بياخدوا بالهم انه بقدر الامكان يحافظوا على انه ما حدش يعدي شخص اخر. يعني اللي انا شايفه انه هذا الفيروس او الكورونا خمس شهور دلوقتي احنا في حاله غير عاديه وغير طبيعيه. وفي امريكا هنا يمكن في سياسه تدخلت في الصحه، قرب انتخابات ورئيس دونالد ترامب وجو بايدن واشياء كثيره داخله في بعضها، فعشان كده الامور مش واضحه قوي. ولكن في تصميم من الادارات سواء الولايات او المدن الميرز والجوفرنرز وكده ان هم يحافظوا على الجاليات عندهم، وانه بقدر الامكان يكون في نوع من انواع الانفورسمنت على انه لابد من ارتداء الماسك، لابد من المسافات. كل المحلات دلوقتي والشركات والمباني او البنايات اللي فيها البيزنس وكده بتعمل حسابها ان يكون في مسافات ما بين الناس. فده اللي احنا حاليا دلوقتي عايشين فيه، وان شاء الله يعني انا حاسس ان احنا بدل ما في ناس كتير بتتوقع ان هو هيجي الخريف وهيجي الشتاء وممكن يحصل موجة تانية اسوأ من الموجة الاولى، ولكن ان شاء الله احنا خلينا متفائلين وانه خلال الفترة القادمة هيكون في اللقاح او المصل والعلاج الواضح لفيروس كوفيد 19. خلينا ندخل في حلقتنا النهاردة الحلقة هنلقي الضوء على اخر التطورات والاحداث اللي بتحصل في امريكا، هايلايتس كده عن ما يحدث في الانتخابات، ما يحدث من القرارات الاقتصاديه سواء للانيمبلويمنت، المساعدات الفيدراليه، القروض السمول بزنس. هنتكلم في اشياء كثيره، وهيكون ضيفنا على التليفون، ما زلنا على تليفون ضيوفنا على تليفون، هيكون الناشط والأستاذ المحامي رامي عقل. ثم سيكون لنا لقاء مع خبير في تخصصه، هو طبيب ومتخصص في القدم والأنكل، يعني القدم تخصصه يعني فقط من الني أو من الركبة إلى القدم، المنطقة دي وأهمية المنطقة دي، وكيف ان ممكن المنطقة دي يكون لها تأثير على الصحة العامة للإنسان من خلال هنتعرف ونتكلم في أشياء كثيرة مع وتأثير الكورونا وكوفيد 19 على الإصابة بإصابة القدم، أو كيف نتفادى إصابة القدم، مع الدكتور ممدوح أبو سمرة وهو خبير في علاج وجراحة القدم والأنكل. ثم سيكون لنا لقاء مع شخصية عنده جرأة أنه ينتج أو يكون عنده مصانع لإنتاج أكلة شعبية عربية 100%. الشوام يقولوا أكلة شامية، المصريين بيقولوا مصرية، العرب كلهم بيحبوها، وهي الفلافل. وأصبحت الفلافل من الايتمز اللي موجودة في المينيو أو في قائمة الطعام في مطاعم كثيرة بأمريكا. فخلينا نتكلم عن قصة نجاح ونعرف أكتر منه عن موضوع الفلافل. هذه الفقرة ليست إعلان ولا دعاية نهائي، ولكن إحنا قصة نجاح، يعني احنا بنضيف قصة نجاح. فهيكون معنا الأستاذ هشام أمين، والأستاذ هشام أمين وهو أيضا عنده شريك له الأستاذ رضا، بس الأستاذ هشام هيكون معنا على التليفون ويتكلم معنا عن الفكرة بتاعته ازاي جات له والنجاح
واستقبال الامريكان للي بيعملوا هيكون ازاي. ف هنطلع فاصل ونعود واولى فقراتنا مع الاستاذ رامي عقل. ابقوا معنا. Even before the explosion, Lebanon was on the brink of an economic crisis. Famine and unemployment were on the rise. Sadly, the now flattened port was a major entry point for food and fuel. Islamic Relief teams are on the ground working to clean up debris, delivering your aid to hospitals, getting food to people in need. Recovery will be long, but we will be there through it all. Donate now at IRUSA.org. مساء الخير استاذ رامي معانا على التليفون. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. عليكم السلام ورحمه الله. اولا طمني عليك وعلى الاسره، ان شاء الله تكون بخير وامان. والله الحمد لله نشكر الله جميعنا بسلامه وبانتظار يعني هذا الوباء ان شاء الله يروح كليا وترجع الحياه طبيعيه كما كانت ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ رامي قول لي انت، هل عدت للعمل المنتظم يوميا وبتقابل عملائك، بتذهب الى المحاكم، انتظمت في العمل زي ما قبل الكورونا؟ بالحقيقه يعني الحمد لله الوضع تحسن الان، في مقابلات مع العملاء، في القضايا يعني تمشي شويه شويه بشكل بطيء، لكن الامور بتفتح بشكل بطيء، لكن في تفاؤل ان شاء الله. لكن يعني اقصد رجعت طبيعتك، يعني العملاء بتشوفهم ان بيرسون وكده زي الاول. نعم 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 تمام. طيب انا بعرف ان حضرتك مطلع على الحاله السياسيه وخاصه في هذا التوقيت وقرب الانتخابات الرئاسيه وما ذلك جدل حول الكورونا والانتخابات. طبعا ده احنا هنناقشه ان شاء الله مع حضرتك في حلقات قادمه يعني بالتفاصيل، ولكن هايلايتس كده شايف ازاي اللي بيحصل؟ والله احنا كمجتمع وجاليه عربيه من المهم جدا المشاركه السياسيه حتى يكون صوتنا مسموع في الساحه السياسيه ومع صناع القرار. لذلك أشجع جميع أعضاء الجالية العربية في أمريكا للتأكد من إمكانيتهم للتصويت في الانتخابات القادمة في نوفمبر 3 أو 3 من نوفمبر من هذا العام، بغض النظر عن المرشح الذين هم يعني في صفه. من المهم جدا المشاركة في هذا التاريخ والتأكد أنهم جميعا قد قاموا بالتسجيل للتصويت لهذه الانتخابات. الأخوان والأخوات الذين يعيشون الآن في ولاية نيوجيرسي سيأتيهم عبر البريد الطلبات حتى يتم تعبئتها للتصويت عبر البريد، وحتى الأخوان والأخوات في نيويورك. ولكن يجب من التأكد التسجيل في للتصويت في الانتخابات قبل الموعد المحدد في اكتوبر 27 اكتوبر. ايوه نعم. ومن بعض القضايا المهمه والحاسمه في هذه الانتخابات بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي هو طبعا جائحه كورونا وكيفيه التعامل مع جائحه كورونا والتداعيات الاقتصاديه طبعا والاجتماعيه لها. الموضوع الآخر يتم الآن التنازع عليه بشكل كبير في الكونغرس وهو موضوع التعامل مع المهاجرين وقانون الهجرة. والموضوع الثالث وهو الموضوع الذي يشدد عليه الجمهوريين وهذا طبعا نقطة قوتهم وهي الاقتصاد الأمريكي. كويس. فهذه ثلاث مواضيع هي المواضيع الحاسمة والتي يتم التنازع عليها الآن بين الحزبين. فمن المهم طبعا الاطلاع عليها حتى يكون التصويت بشكل يعني informed. ايوه كويس. بس هناك جدل حول الرئيس دونالد ترامب، وفي نفس الوقت في يعني كثير يرى ضعف من المرشح الديمقراطي جو بايدن، فهل مع قرب الانتخابات وممكن ده يتغير؟ نعم أخي، فالانتخابات الأمريكية صعب جدا تخمنها
بسبب الآلية التي تدار فيها الانتخابات. طبعا كما تدري هناك 50 ولاية في الولايات المتحدة. معظم الولايات حوالي 40 منهم عادة تصوت لحزب معين في معظم الأوقات. كويس. في الولايات الجنوبية عادة تصوت للحزب الجمهوري. والولايات مثلا الشرقية والغربية والشمالية تصوت للحزب الديمقراطي. ولكن هناك ولايات معينة تسمى السوينج ستيت أو البربل ستيت، وهي ليست حمراء وليست زرقاء، زرقاء ديمقراطي وحمراء يعني جمهوري. هذه الولايات مثل ولاية أوهايو، ولاية ويسكونسن، ولاية بنسلفانيا لها وزن ثقيل في الانتخابات، ولكن من الصعب تخمين الأصوات وكيف تتشكل هذه الأصوات في هذه الولايات. صحيح. والسكان في هذه الولايات يأخذون بعين الاعتبار الاقتصاد، الأوضاع المادية، الأوضاع الاجتماعية في وجهة نظرهم عند التصويت. فمثلا تفضل. فمثلا في العام 2016 كان هناك ترجيح كبير أن المرشحة هيلاري كلينتون من الحزب الديمقراطي، وهي كانت يعني أكثر مرشحة جاهزة لتكون رئيسة للولايات المتحدة بسبب خبرتها وسبب الدعم الذي نالته، كانت مرشحة أنها ستفوز بالانتخابات، ولكنها لم تقم بالتركيز أو بزيارة ولايات قالت هي قد حملتها، وهي بالذات قامت ب يعني زي ما نحكوا guaranteed it, she took it for granted، كانت ضامنة أن هذه الولايات ستتفوت لها، فلم تركز عليها بالنسبة للزيارات أو التحدث عنها. فمثل ولاية ويسكونسن، صحيح، هيلاري كلينتون لم تزر ويسكونسن في 2016 خلال الحملة الانتخابية، وكانت مفاجأة أن ولاية ويسكونسن السكان هناك شعروا بأنهم يعني لم يتم الاهتمام بهم من الحزب الديمقراطي، فصوتوا للحزب الجمهوري ترامب، فكانت المفاجأة هناك. أيوة. فعندما ربح ترامب ويسكونسن، ولاية ويسكونسن، تأثرت الولايات الأخرى، السوينج ستيت الأخرى والبربل ستيت مثل بنسلفانيا وأوهايو، وأيضا صوتوا للمرشح الجمهوري. فلذلك من الصعب جدا التخمين، ولكن الرئيس ترامب طبعا له قاعدة جمهورية في الولايات المتحدة، ومصدر قوته والنقطة التي هو يعني مصدر قوته هي الاقتصاد الأمريكي. وأعتقد فلوريدا برضو لها من ضمن الولايات الحاسمة. نعم بالضبط، الولايات الحاسمة هي دي الكلمة بدور عليها، طبعا الحاسمة هي بالضبط. طيب أستاذ رامي، حضرتك بتدعو الجاليات العربية أن هم يصوتوا يوم 3 نوفمبر ويروح ويدلي بصوته في الانتخابات وكده، ولكن في ناس بيقول لك احنا يعني مثلا لو هو عايش في نيويورك والولاية دي ديمقراطية، فبيقول لك أنا صوتي مش هيفرق كتير يعني. من المهم جدا التصويت، لأن مثل التعداد السكاني لما يقوم الشخص بالتصويت سوف يعني بالمستقبل ستقوم الدائرات الانتخابية بأخذهم أخذ هذه الأصوات بعين الاعتبار. فمثلا إذا أنت في نيويورك وعم تصوت للحزب الديمقراطي أو الجمهوري، صوتك له وزن، لأنه في المستقبل سوف يتم سماع صوت الجالية التي تصوت بشكل كبير، فلذلك سيتم حصد، سيقوم حصد للأصوات. أوكي، مثلا إذا قامت الجالية العربية بإعطاء 100,000 صوت في الانتخابات الرئاسية، حتى لو كانت الأمر محسوم بالنسبة لولاية نيويورك، 100,000 صوت في المستقبل أي انتخابات محلية أو حتى رئاسية سيكون هناك عين، يعني سيأخذون الجالية العربية بعين الاعتبار بشكل أكبر، وهذا يحدث الآن. صحيح. خصوصا في منطقة البيريج وفي منطقة أستوريا قام المرشحون الآن يعني قبل 10 سنين لم يكن يحدث هذا الكلام، بس الآن يتهافتون على الجالية العربية وعلى الفعاليات وعلى المنظمات العربية، لأن الأصوات من الجالية العربية في البيريج مثلا ممكن تكون 4,000 صوت، وفي أستوريا 4,000 صوت ممكن. يعني في أستوريا كان مرشح قد فاز في الانتخابات المحلية ب 400 صوت فقط، فأكيد الجالية العربية والمسلمة كان لها
صوت كبير في هذه الانتخابات. طبعا طبعا طبعا. التصويت مهم حتى لو كان بس الولاية يعني انا لاحظت في تعداد السكان السنه دي اللي هي 2020 هو بتعمل كل 10 سنين تعداد السكان في ملء الاستمارات تعداد السكان ما لقيتش حاجه بتقول ان انا مثلا من اصل عربي. طبعا هذا امر يعني معقد جدا والامر والحديث عنه يعني بقاله فتره طويله زي موضوع عيد الفطر ايام قبل دي بلازيو كانت الجالية العربية والمسلمة تتكلم عن موضوع العيد ولماذا لا يتم اخذ عطلة في العيد المسلمين. ايوه بالضبط. والمرشحين الانتخابيين وحتى الجالسين في الاماكن السياسية الان هم على استعداد لاخذ بعين الاعتبار العيد عيد المسلمين عيد الفطر وعيد الاضحى. ولكن كانت المشكلة ان تعرف احنا عندنا المسلمين لما بدنا نحكي عيد لا نستطيع تحديد اليوم حتى رؤية الهلال. صحيح. فقامت المدينة قالت للمسلمين يعني أوكي إحنا بدنا نأخذ عين الاعتبار عيد المسلمين لكن لازم تعطونا اليوم. صحيح. أول السنة تعطونا اليوم اللي الجالية المسلمة قالت لا نستطيع نعطيكم اليوم إلا قبلها بيوم حتى نشوف الهلال. فعشان هيك السيتي كانت رافضة أول تأخذ عين الاعتبار عين المسلمين حتى صار طبعا في ضغط من الجالية العربية والمسلمة والجاليات الأخرى حتى تم دراسة موضوع أخذ عطلة في بس هم أخذوا بالتوقيع يعني التوقيع الهجري باللي هو الفلكي بالحسابات الفلكية. نعم ولكن أنا يعني أنا أتذكر أن هذه كانت المشكلة مع صحيح صحيح المير القديم كانت صحيح. لم يتم تحديد اليوم قال اتفقوا على يوم وأنا أديكم الأجازة مظبوط صح نفس الموضوع تقريبا من موضوع السنسس او التعداد السكاني. الشعب العربي اول ما وصل على الولايات المتحده تاريخيا ايوه كانوا من السوريين واللبنانيين الذين اتوا قبل 100 عام ايام يعني الدوله العثمانيه. صحيح. فلما تروح على مثلا اتلانتيك افنيو الان وتشوف محلات سعادي ومحلات دماسيس بيكري ايوه مظبوط استابلش يعني بقالها مثلا 100 سنه بنفس الشغل. صحيح. هذول اشخاص جو زمان يعني وكانوا كان في اضطهاد يعني بدناش نفوت طبعا مواضيع سياسيه حاره الان ولكن كان في اضطهاد من الدوله العثمانيه فكانوا يجوا هون بالحريه الدينيه. صحيح. فكان اعتبارهم وايت او يعني من الناس البيض. ولحد الآن هذه الطلبات تاعت السنسس هي قديمة جدا يعني من مئات السنين من 200 سنة تقريبا فصعب تغييرها. ولكن طبعا الآن الجالية العربية اختلفت. الآن في عرب مش بس من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. الآن الجالية العربية من مصر، الجالية العربية من المغرب، من العراق، من اليمن. فالآن في ضغط إنه يتم إدراج الجالية العربية والمسلمة ك يعني مش دين بس ك عرب آخر إضافي. ولكن طبعا هذا له تحدياته وله إيجابياته. فلهذا السبب لم يقوموا يعني بتغييره لحد الآن. بس في طرق معينة هم بيقدروا يحددوا إن الناس دي أصلهم منين؟ أصل عربي، أصل لاتيني، أصل منين بالظبط ولا؟ نعم نعم. يعني عنده في طرق زي ما حضرتك قلت هي معقدة شوية ولكن في الداتا بيس بيحصلها نوع من الأناليسيز يعني. بالظبط خصوصا مثلا الاسم. آه. المنطقة اللي أنت ساكن فيها مثلا أنا إذا بحكي مثلا اسمي حتى لو اسمي الأول مثلا كان اسم يعني أمريكا أمريكي بيشوف الاسم الثاني الاسم الثالث يصير اللاست نيم على رقم السوشيال ممكن يعني يقوموا بإدراج مثلا عائلتك مثلا أبوك وأمك وأجدادك يعني السوشيال سكيورتي يعرف إنه أصلك مثلا عربي أو لاتيني أو كذا. كويس. طيب يعني احنا في الانتخابات يوم 3 نوفمبر بندعو كل الجاليات العربية ان هي تكون متواجدة علشان مش عشان اليوم ده او عشان انتخابات انا عارفين ان نيويورك هتبقى ديمقراطية مش عارفين هتبقى ريبابليكان ولكن وجودنا بيبقى له وقع.
بالضبط. كويس. وهي الروح المشاركة السياسية في الولايات المتحدة هنا خصوصا ان الشعب الامريكي يحط يعني اهمية كبيرة على موضوع التصويت. كويس. طيب لو خرجنا يعني طبعا موضوع الانتخابات ده يعني هنفرد له حلقات خاصة، وان شاء الله حضرتك في الحلقات القادمة يكون موضوع الفيروس ده قل شوية وبدأت العملية تبقى أفضل، تشرفنا في الاستوديو ونقدر يعني نقدر نتعمق شوية في موضوع الانتخابات علشان الناس تفهم بالضبط ونعرف مين اللي نديله الصوت يعني. نعم. فبعيدا بقى عن هذا الموضوع وبعيدا عن السياسة، هل المحاكم عادت بمختلف أنواعها؟ بنسمع عن قضايا كثيرة معلقة زي قضايا الإفكشن أو الطرد، قضايا الـ سواء المستأجر مش قادر ان هو يدفع الإيجار أو اللاند لورد ما بياخدش إيجار فما مش بيقدر يدفع المورجج أو القرض اللي عليه، يعني في مشكلة في الموضوع ده وحلها كان في المحاكم والمحاكم أغلقت في الفترة اللي فاتت، فهل عادت المحاكم لتنظر هذه القضايا؟ نعم، أعتقد آخر مرة كنت بلقائك أنا كان معظم المحاكم مغلقة. صحيح. ولكن الآن تم فتح خصوصا الأماكن يعني اللي ليست مرتبطة بالسكان، تم الفتح كليا، ولكن في مناطق زي نيويورك سيتي وحتى في لونج آيلاند معظم المحاكم فتحت ولكن بشكل إلكتروني، يعني معظم جلسات الاستماع أصبحت إلكترونيا. كويس. وهذا يعني شيء إيجابي جدا لأن المحامين معظم المحامين كانوا يشجعوا على هذا الموضوع، لأن معظم جلسات الاستماع أو الهيرينج أو الكورت ممكن يعني المحامي ياخذ مثلا ساعتين ثلاثه يروح المحكمه عشان بس دقيقه في المحكمه، فممكن الان لما يسوي كل شيء الكترونيا يعني حيكون مور افيشنت. يعني هل القاضي ممكن يحكم الكترونيك على سواء لللاند لورد او للتيننت؟ هلا طبعا حسب الفيلد او نوع القضيه. الان موضوع الايفيكشن او اللاند لورد تيننت، ايوه، زي ما كان سابقا حتى اكتوبر، حتى الثاني من اكتوبر، الاشخاص التننت او المستاجرين ما زالوا ملزمين بدفع الايجار حتى الثاني من اكتوبر، يعني لحد الثاني من اكتوبر لحد الان، حتى من اول جائحه كورونا هم ملزمين بدفع الايجار. انا فاهم، بس حضرتك بتقول الثاني من اكتوبر، ايه اللي هيحصل في الثاني من اكتوبر؟ بالثاني في الأكتوبر من الآن لحد أو من بداية جائحة كورونا لحد أكتوبر ساكن الثاني من أكتوبر المستأجرين ملزمين بدفع الإيجار، ولكن حتى لو لم يستطيعوا الدفع وهم طبعا باستطاعتهم طبعا تقديم أدلة أنه ليس باستطاعتهم دفع الإيجار لن يتم إخلاءهم من البيت، طردهم من البيت، يعني ما يكونش مش هيكون في إيفيكشن لحد 2 أكتوبر، ما فيش إيفيكشن بالضبط بعد أكتوبر ساكن إلا إذا كان في مرسوم سياسي جديد، ولكن المرسوم السياسي الآن هو بقول أكتوبر ساكن أو الثاني أكتوبر بعد إذا تم تمديده طبعا معناته راح يتمدد هذا الوضع، ولكن المستأجر ما زال ملزم بدفع الإيجار من شهر مارس لحد شهر أكتوبر، ولكن إن لم يستطيع الدفع لن يتم إخلاؤه من البيت. كويس. حتى الثاني من أكتوبر. تفضل. حتى الثاني من أكتوبر. بعد الثاني من أكتوبر إذا تم تمديد هذا القانون سيسري كما هو الآن، ولكن إذا لم يتم تمديده ممكن لصاحب البناية إنه يروح ويسوي إيفيكشن. كويس. طيب بالنسبة لمحاكم الأسرة والرؤية، يعني أحكام الرؤية والنفقة وخلافه وما يتعلق يعني بهذه المواضيع، بالنسبة للفاميلي كورت ومحاكم الأسرة نفس النظام الآن فتحت ولكن إلكترونيا برضه. إذا كان الشخص مثلا عليه إلزامات مالية مثلا حضانة أو مصاريف للأطفال، أيوة، أو الزوج أو الزوجة،
من المحبذ جدا أنه يقدم طلب للمحكمة يقول فيه أنه هو يعني ليس باستطاعته أو ليس باستطاعتها دفع الإلزامات المالية للأسرة الناتجة عن مثلا الطلاق أو قضايا الضانة أو كذا، لأنه إذا ما هم عملوا هذا الموضوع ممكن من الزوج أو الأبناء يقدموا طلب بالمحكمة أنه هذا الشخص قام بمخالفة أمر المحكمة بدفع الأموال. لذلك من المحبذ جدا أن الواحد يعني يكون يأخذ precaution وأنه يقدم طلب الآن. إذا مش قادر يدفع مثلا الإلزامات المالية يقول أنه أنا مش قادر أدفع الإلزامات المالية للقاضي، وأنه رجاء يعني تمديد هذا الوضع حتى يعني تروح جائحة كورونا ممكن أنا أدفع الإلزامات المالية، ولكن الآن لا أستطيع دفع الإلزامات المالية. وبالنسبة للكاستدي ولكن بشكل بطيء. كاستدي أستاذ رامي، يعني الكاستدي لو عليها نزاع وحصل النزاع ده فترة اللي هي قبل المحاكم ما تقفل وقفلت المحاكم وما زال النزاع مستمر، فازاي بقى الحكم في موضوع الكاستدي في الفترة اللي احنا فيها دي؟ او يعني طالما ما في شيء، طالما لم يكن اي شيء طارئ بالنسبة للكاستدي، يعني مثلا اذا كان في عنف وكذا في البيت او تهديدات، القضايا تسري بشكل بطيء جدا. فاذا كان الكل الجميع أعضاء الأسرة الآن بشكل آمن وفي عندهم مثلا مصاريف يدفعوا إيجار ويأكلوا، القاضي لن يتدخل الآن لتغيير الوضع. أوكي. سو إذا أنت مثلا نقول مثلا الشخص هذا بيدفع $500 حضانة و $500 للزوج ومعاه الفلوس بيدفع كل شيء تمام، القاضي ما راح يتدخل الآن لتغيير الوضع ويصعد الأمور حتى تكون جائحة كورونا خلص راحت 100%، لأنه المحكمة الآن عندها باكلوج، في قضايا كثيرة وكل شيء ماشي بطيء وفي ضغط على المحاكم. لذلك هم بس يبصوا في القضايا الطارئة. بس إذا كان في نزاع عن حضانة قبل فيروس جائحة كورونا، احتمال كبير أن القاضي لن يتدخل الآن لتغيير الوضع. يبقى الوضع إلا إذا قام الأشخاص، نعم، إلا إذا قام أحد الأطراف بتقديم طلب لتغيير الوضع بسبب مثلا حاجه ماسه، مثلا تحتاج مثلا فلوس اضافيه او لا استطيع الحصول على الدخل الذي كنت احصل عليه قبل جائحه كورونا، لذلك اريد تخفيض الالزامات الماليه. اذا كان ما في شيء طارئ القاضي احتمال كبير ما يتدخل في الموضوع. ولكن في حبيت اضيفه بالنسبه لموضوع الهاوزنج او اللي هو القانون المستاجر والمالك. في فتره اوغست او في اغسطس كان في مساعده من الحكومه المحليه للاشخاص الذين لا يستطيعون دفع ايجار البيت، ولكن المهله قد انتهت الان لتقديم هذه الطلبات، اظن انتهت في اوغست 6. ولكن في الآن منحة أخرى تم تقديمها اسمها One Shot Deal، بإمكان الأشخاص الاتصال على رقم 311. معلش اسمها إيه تاني؟ One Shot Deal. One Shot Deal. فيك تشوف على الجوجل بس One Shot Deal أو الاتصال على رقم 311 وهي المعلومات العامة، والتأكد من إمكانية الحصول على هذا القرض. ولكن هذا القرض ليس مثل المساعدات التي تم تقديمها سابقا، لانه من الملزم دفعها يعني استرجاعها، يعني اذا اخذت القرض هذا لدفع الايجار لازم بعدين تدفعه يعني ترجعه لانه هذا قرض مش مثل. صحيح. طب بمناسبه القروض بقى، يعني حضرتك يعني موضوع القروض ده انا عارف ان في كان في سمول بزنس لون وفي البي بي بي لون، فهل ما زالت مستمره والفرق بين البي بي بي والسمول بزنس؟ نعم. سو البي بي بي هو نظام، هي منحه قدمت لاصحاب الاعمال الصغيره سمول بزنس اونر، وهذه مقدمه فقط لتسيير الاشغال اليوميه للبزنس. ايوه. فهي فقط يعني لدفع أجار الموظفين، دفع أجار المحل،
فقط لأغراض البزنس. يعني ممكن البي بي بي يكون مش بس للموظفين، يعني ممكن برضو للإيجار. نعم، أي مصاريف خاصة بالبزنس. ولكن لازم يعني يجب توثيق كل ثاني، كل قرش وين بيروح لازم توثيقه عشان ما يتم مطالبتك في هذا المبلغ بعدين. والهدف من هذا القرض أو المنحة عفوا إنه بدهم يعني الحكومة تحريك الاقتصاد، إنه إذا أنا كصاحب عمل عمال بدفع على كل الموظفين، الموظفين راح يقوموا بصرف هذا المبلغ، بيشتروا شغلات، يدفعوا إيجارهم، فبيكون هون تحريك للاقتصاد. صحيح. طيب كان هذا هدف المنحة هذه. وأظن هي كمان تم توقيفها أيضا في غزة. تم تمديدها، أول شيء وقفت يوليو أو قبل ذلك نبي في مايو، بعدين تم تمديدها مرة أخرى، والآن وقفت مرة أخرى البي بي بي في أوغست. نعم، فاللي حصل على البي بي بي خلاص أخذ الفلوس، دفعها للموظفين، للإيجار، للمصاريف. بس وما زال لحد دلوقتي ممكن أحد يقدم ولا؟ أظن انتهت. انتهت، بس ممكن تمديدها بعدين حسب يعني الكونغرس. والسمول بزنس ال اس بي اي، اللي هي الاس بي اي اسمه اللي هي القرض. انا يعني بيجيني اسئله كثير على موضوع الاس بي اي. الشيء الوحيد او اهم شيء الواحد لازم يفهمه على موضوع الاس بي اي، الاس بي اي هو قرض. ايوه، والقروض كانت موجوده على مدار الزمن، يعني القروض دائما موجوده. صحيح. هذا قرض مش منحه. في ناس كثير لما قدموا على الـ SBA جاهم عرض مثلاً أوكي فيك تأخذ 70,000، فيك تأخذ كذا كذا، وهي طبعاً للأشخاص وللشركات. ممكن شخص كمان يثبت أنه كان عنده دخل وما قدر يجيب الدخل بعد جائحة كورونا، ممكن يقدم على الـ SBA. طبعاً الناس عم يشوف المبالغ هاي وعم يقبلوها. بس تذكر أنه هذا قرض، قرض. بس بفايدة، بفايدة بسيطة يعني، فايدة بسيطة ومعك وقت تدفعها. ولكن كمان لها متطلبات كثيرة برضو. هذه الأسئلة لازم يكون صرف المبلغ لأغراض البزنس. أيوة، ولازم توثيق كل المصاريف، وكل 3 أشهر لازم يكون، لازم يتم التقرير عن كل المصاريف، ولازم الشخص يحاول إنه هو يشتري بضائع أمريكية أو يستخدم خدمات من شركات أمريكية، فلها متطلبات كثيرة. إذا حبيت تتغير، مثلا أنا بشتغل مثلا عندي بزنس تاكسي أوبر، وأخذت مثلا 70,000 وحبيت أفتح مطعم، أوكي، ما تقدرش بس تغير البزنس تاعك، لازم تأخذ permission، لازم تأخذ منهم سماح أو approval إن أنت إيش تغير البزنس. ولكن بغض النظر عن هيك، هذا قرض، والقروض هنا هون بأمريكا هي أيضا بزنس يستفيدوا من الفائدة، فتأكد أنه أنت بحاجة ماسة لهذا القرض. إذا لم يكن هذا يعني هو القرض اللي يناسبك، لا تأخذ القرض. القروض هون مجرد بزنس بيأخذوا من الفائدة، إلا إذا كانت حاجة ماسة للأسفل. ولكن قرض السمول بزنس بنسمع أنه في جزء منه هيبقى منحة، يعني ممكن يبقى منحة. ممكن، نعم، ولكن معظمه راح يكون في فائدة. طيب السمول بزنس ما زال مستمر، اللي هو الاس بي اي ده قرض اللي هو يعني كانت سهل وقت الكورونا، ما زال لحد دلوقتي مستمر، يعني ممكن الناس تقدم على سمول بزنس لون. نعم، الاس بي اي ما زال مستمر. نعم. طيب هل القروض دي يعني حضرتك انت قلت متاحة للافراد او للشركات، طب الفرد يعني ازاي يقدم على سمول بزنس؟ يعني هل مثلا لو عنده ريل استيت وبيأجر او حاجه ممكن يقدم على سمول بزنس لون؟ طالما انت بامكانك اثبات انه كان لك دخل في السابق، دخل اعتيادي، والان طبعا بسبب كورونا يعني ما بيجي هذا الدخل، ممكن انت تقدم بالاس بي اي. ولكن انا يعني من قراءتي للاس بي اي معظمه راح يكون قرض، ما راح يكون منحه. المنحه كانت قرض. اول جائحه الكورونا كان يعطوا جزء منها منحه، ولكن الان هي يعني بمعظم الاوقات هي قرض.
وقرض مدته قد ايه يا استاذ رامي؟ اظن معك 10 years 10 سنين او 30 سنه في زي هيك يعني شيء طويل يعني هم بيعطوها للناس يعني قرض على على قرض طويل الاجل يعني يا طويل الاجل ولكن طبعا انا طالب درست الجامعات الامريكيه واخذت قروض في السابق ولاحظت انه موضوع يعني بتلاحظ انه هذه الشركات موضوع الفائده هذا ممكن على فتره طويله يكون يعني عبء طبعا اكثر طبعًا. ما يكون هو يعني لان القروض دي بتكون من الحكومه مش من الحكومه هي من البنوك بتكون من شركات ومن بنوك من شركات وبنوك كلما كان الطلب اطول أيوة. فتره الدفع او التسديد اطول هم يستفيدوا اكثر طبعا طبعا طيب كده انا يعني كنترفيتس الموضوع القروض الا اذا في حاجه ماسه طيب استاذ رامي لو سيبنا موضوع القروض والكلام ده دلوقتي كان في الانبلويمنت كان في مساعدات فيدراليه ب 600 دولار في الاسبوع لكل الناس اللي هي بتستفاد من الانبلويمنت ال 600 دولار اللي هي المساعده الفيدراليه انتهت من تقريبا شهر ف وحاليا دلوقتي الانبلويمنت يمكن احيانا طبعا ده مش كفايه ان هو اسره كامله ان هي تعيش ف هل في امل ان هو يبقى في نوع من مساعدات اخرى فيدراليه؟ نعم طبعا من المهم جدا التفريق بين الانبلويمنت او اعانات البطاله التي تصل من الحكومه الفيدراليه واعانات البطاله التي تاتي او تصل من حكومه الستيت او من الولايه. ايوه عاده لما قبل جائحه كورونا لما كان الشخص يقدم على الاعاله البطاله كانت تيجي من الستيت من الولايه صحيح فكان هذا ارقام يعني معينه ممكن 600 بالاسبوع 600 بالشهر او مثلا حسب الدخل الشخص طبعا لما صار جائحه كورونا كان الدخل يجي من الستيت لفتره معينه ايوه ولكن الان مع جائحه كورونا اصبح الفترة أطول يعني ممكن كانت من 13 شهر الآن هي 33 شهر الفترة 33 شهر يعني من 13 شهر انت حضرتك بتتكلم على يعني كانت سنة أصبحت ثلاث سنوات تقريبا يعني نعم والآن طبعا خلال الحظر و اول جائحه كورونا من مارس كانت الحكومه الفيدراليه تقدم 600 دولار زياده طبعا لحتى اخر شهر يوليو شهر جولاي 29 جولاي والان توقف فمعظم الاشخاص الان يستلمون اعانه البطاله من الولايه نفسها ولكن الولايه نفسها الان تدرس موضوع زياده هذه الاعانه طبعا الان الاشخاص الان ليسوا ملزمين بتقديم طلب جديد طب انا في سؤال معلش يعني سؤال اعتراضي كده حد في سؤال جالنا هنا لو في ناس ما كانتش بتعرف الموضوع ده او ما عندهاش يعني درايه في بالموضوع ده وبيقدم دلوقتي فبس هو كان ان امبلويمنت من اربع شهور او من خمس شهور فهل ممكن ياخد الاعانه بالزيادة بالمساعدة الفيدرالية ولا دي خلاص راحت؟ من معرفتي انه الفيدرال بيشتغل or operate retroactively so اذا واحد قدم مثلا في جولاي 28 في 28 من يوليو ممكن ياخذ الإعالة الفيدرالية من بداية شهر مارس او اخر شهر مارس يعني ممكن ياخدها باخر الشهر اللي هي بيسموها ريتروأكتيف نعم ولكن الان ممكن انا اعمل شويه بحث ومش عايز يعني اعدي اجابه خاطئه ولكن افترض انه الان ممكن الشخص يقدم الان وطالما انه هو ما استلم من مارس لحتى جولاي او يوليو ايوه ممكن يقدم الان واذا كان من حقه ممكن يثبت ممكن من حقه يطلع هذه الفلوس هنا من حقه انه ياخذ الاعانه بزياده بس خليني اتاكد من هذا الجواب كويس ولكن لو كان التقديم مثلا في 28 يوليو ممكن اجاوبك 100% انه راح نعم راح يتم تقديم جميع الفوائد التي لم يستلمها الشخص من مارس ليوليو ومده الاعانه حضرتك لو مساعده كانت سنه اصبحت دلوقتي 33 شهر
هذا من الولاية، نعم من ولاية نيويورك. ولاية نيويورك بس ولا ده مش 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 حاجة فيدرالية يعني؟ لا الفيدرالية لسه الآن طبعا موضوع الكونغرس إذا اتفقوا على تمديد موضوع الإعالة البطالة راح يقدموها، بس الآن هي توقفت. آه طب في يعني سؤال تاني معلش، احنا الناس بيبعتوا لنا اسئله طبعًا. على السوشيال ميديا طبعا طبعا. واحد بيقول انا السوشيال سيكيورتي بياخد سوشيال سيكيورتي، نعم، ف ده من حقه ياخد ان امبلويمنت؟ موضوع الان امبلويمنت او الاعاله اللي هو البطاله لازم تثبت انه انت كنت شغال، كان عندك جوب، كان أيوة. عندك شغل، كان بيجيك دخل من هذا الشغل، بعدين توقف بسبب كورونا او بسبب ما. لما الواحد الشخص بيكون عم يستلم سوشيال سيكيورتي او اللي هو الضمان الاجتماعي، عاده هذه الفوائد تيجي للشخص لانه لا يستطيع العمل او عنده ديسابيلتي او عنده مثلا اعاقه او كان عمره فوق مثلا 60 عام. سو اذا واحد عم يستلم ضمان اجتماعي بمعناه او معناه انه الشخص لا يعمل، ليس لديه عمل. الا اذا كان بيشتغل مثلا بارت تايم. فالانبلويمنت رح يجي على البارت تايم بس، ولكن اذا انت بتقدم ضمان اجتماعي معناته انت ليس لم يكن لديك عمل، لذلك لن تتمكن من تقديم طلب الاعاله البطاله لانه لم يكن عندك عمل اول. لا هو بياخد، هو بدا ياخد في وسط ما هو بياخد ان امبلويمنت بدا ياخد سوشيال ريتايرمنت يعني السوشيال سيكيورتي يعني. طيب لو الاثبات اثبات العمل بيكون لو واحد بدا يشتغل مثلا في 2020 فما ما عملش فايل التاكسز لسه، ف اللي يثبت ان هو اشتغل كام شهر اللي فاتوا دول بيبقى بيس تاب مثلا ولا بيبقى او بياخد كاش؟ يعني مش فاهم السؤال. السؤال لو واحد بدا يشتغل في 2020 اثبات الانكم بتاعه ما عندوش ما عملش فايل للتاكسز لسه، ف ممكن يجيب رساله مثلا من صاحب العمل. بيجيب رساله من صاحب العمل يقول فيها انه اوكي هذا الشخص كان يشتغل معايا وكان لازم ياخذ كذا كذا، ولكن بسبب جائحه كورونا لما تستطيع دفع الراتب الدخل فممكن يجيب يعني شهادة. طب انت عارف حضرتك ان احنا يعني في جاليتنا العربية في كتير بيشتغلوا زي فريلانسز يعني بيشتغل لحسابه، نعم. هو بس يعني ما عندوش صاحب عمل، نعم. هو صاحب عمله، ففي الحالة نعم. الحالة دي بتبقى شوية صعبة يعني ولا ليه حل؟ انا انت كما تعرف اخي انا بشتغل في موضوع حوادث السيارات والاخطاء أيوة. الطبية ايوه وعادة الاشخاص او العملاء اللي بشتغل معاهم ممكن يطلع لهم يعني الراتب اللي راح عليهم بسبب الحادثة ممكن يقدموا من الانشورنس تبع السيارة، هو ممكن أيوة. يقدم لهم هذا الراتب اللي راح عليهم. وبعض من العملاء اللي بشتغل معاهم زي ما حكيت انت فريلانسر بيشتغلوا كاش كذا ايوه، فاذا لم يستطيعوا تقديم البي ستوب او الشيك اللي بيجيهم بشكل معتاد مثلا أيوة. موظف من المدير ممكن يجيبوا اولا اثبات من صاحب العمل زي ما قلت رساله، اوكي هذا الشخص بيستلم مني كاش 600 دولار في الاسبوع كذا كذا، ممكن يجيب بنك ستيتمنت اوكي هلا الناس لما بتستلم كاش او بتستلم كذا نادرا جدا ما تلاقي شخص يمسك الكاش وبحطه تحت زي ما بيقولوا تحت البلاطه ولا الناس بحطها بالبنك ايوه. فاذا انت بتلاحظ مثلا اذا في عندك البنك ستيتمنت دليل ان انت كل اسبوع بتاخذ الكاش ده وبتحطه مثلا بالاي تي ام او بالبنك ممكن يجيب بنك ستيتمنت فور ذا باست 2 مانث او الشهر المقبل تثبت انه كان بيجيك دخل كاش كل، وحتى لو كان الدخل متغير، وهذه المشكله اللي بيواجهها معظم اعضاء الجاليه العربيه الدخل بيكون مختلف. اذا انت فريلانس الاسبوع هذا ممكن تطلع 600 دولار الاسبوع اللي بعده ممكن تطلع 1400 دولار. فاللي بيقوموا ب في عندهم محاسبين يعني وين ما تقدم للعالة مثلا او خدمات الاسيستنت عندهم محاسبين، انت بتقدم لهم البنك ستيتمنت بتقدم التاكسز بتقدم كل الادله اللي عندك بتقدم الرسائل
وهم عندهم محاسبين بيسوي افريج او معدل للدخل. فاذا انا بطلع مثلا هذا الاسبوع 1400 دولار وهذا الاسبوع طلعت 600 دولار، المحاسبين خلص يقول لك اوكي انا حاطط مثلا 250 او هذا المعدل اللي تطلع. فهو طيب. بيسوي معدل هم عارفين، يعني عارفين انه في ناس بيسوي فريلانس وانه الدخل ممكن يتغير. طيب انا عارف انا تعبتك معنا استاذ رومي، بس عندي سؤال برضو مهم جدا، يعني هو بينطبق على اكيد بينطبق على جزء من جاليتنا العربيه ولكن متواجد يمكن في الجاليات الثانيه اكتر، وهو ان العديد من الناس ما معهمش اوراق اقامه رسميه وقاعدين في امريكا بقالهم سنين انتظارا ان هم يعدلوا وضعهم، ان هم يعني يشوف طريقة معينة ان هو يبقى عنده الاوراق وجرين كارت والاشياء دي. لا. الناس دي ما بتقدرش تحصل على اي مساعدات امريكية ولا حكومية اقصد يعني، وما وناس يمكن الغالبية العظمى منهم من جاليات اخرى، الجينات الاسبانيش والمش عارف المكسيكان، ولكن في برضو عرب نسبة كبيرة برضو، او يعني نسبة موجودة مش لازم تكون كبيرة، ما عندهمش اوراق رسمية فما بيقدرش يحصل على المساعدات الحكومية. والناس دي عندهم مثلا ولادهم كانوا في مدارس هنا عايشين بقالهم 7 سنين، عايش بقالهم مش عارف قد ايه، فده يتصرف ازاي يعني الطريقة الصح؟ نعم للأسف طبعا هذا كان في حديث في خصوصا في سانكتشوري سيتي، يعني المدن الآمنة للمهاجرين مثل نيويورك سيتي. أيوة. كان في حديث عن إصدار برنامج خاص لتقديم الدعم المادي للأشخاص الماكثين في الولايات المتحدة يعني بدون أوراق. كويس. ولكن لم أسمع أنه هذا البرنامج يعني تم موافقة عليه لحد الآن. أيوة. فللأسف يعني حاليا لا يوجد أي مساعدات، وطبعا المحامين معظمهم طبعا لا يشجعوا أي شخص ممكن في المستقبل أنه يقدم على أوراق أو طلبات الإجراء أنه يكون قد سلم أي مساعدات، لأنه هذا ممكن يؤثر سلبا على طلب الإجراء تبعهم. فلذلك يعني دائما نحبذ أنه ما يأخذوا أي يعني حتى لو كانت موجودة، حتى لا يتغير القانون ضدهم وما يقدروا يقدموا على أوراق إجراء في المستقبل للأسف. ولكن هذا يعني وضع مؤثر جدا طبعا. طيب احنا سمعنا عن زي ما حضرتك بتقول عليه كان في حديث عن ان هو يبقى في نوع من انواع توليجلايز الناس اللي موجوده، لانه حتى السفارات الامريكيه خارج الولايات المتحده الامريكيه ما بيدوش فيز دلوقتي ولا الاوراق اللي هي الناس كانت من حقها ان هي تيجي وجرين كارت وكده، بدا حصل فيه ديلي كبير وفي ناس موجوده هنا اوريدي ما عندهمش اوراق، فسمعنا انه ممكن يبقى في كلام على توليجلايز وجود الناس اللي موجوده هنا عن الليجل. اوكي طبعا انا كويس جدا ان احنا راح نتطرق لموضوع الهجره لانه صار في تغييرات حديثه ومهمه جدا، ولكن بالنسبه للاشخاص اللي موجودين هون الان في الولايات المتحده ويحبوا تعديل اوراقهم، الان الاداره الامريكيه شوي متحفظه على اعطاء فوائد للمهاجرين لتعديل وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. ولكن ممكن إذا كان مثلا الحزب الديمقراطي طبعا الأرضية القاعدة الانتخابية التي يتبنونها هي أنه إعطاء يعني حقوق للأشخاص المهاجرين في الحصول على البطاقة الخضراء أو الإقامة الدائمة ثم الجنسية الأمريكية، ولكن الإدارة الأمريكية الآن هي ليست مشجعة لهذا الموضوع للأسف. ولكن الآن من المهم جدا على كل الأشخاص الاتصال في منظمات أو في محامين للتأكد من وضعهم القانوني، لأنه في أكتوبر سيتم رفع جميع الرسوم لطلبات الهجرة. وبعد الانتخابات إذا طبعا حسب من سيفوز احتمال يكون سيتم تعقيد الطلبات الهجرة. لذلك من المهم جدا الآن على جميع الأشخاص اللي لديهم أي استفسارات عن وضعهم القانوني يتصلوا مع أي منظمات أو على محاميين
أيوة. بس الاستفسار يتأكد إذا كان في طلب ممكن يتم تقديمه يقدمه الآن، لأنه سيتم رفع الرسوم بشكل كبير، خصوصا مثلا اللي يريد يقدم مثلا الجنسية الأمريكية، الطلب راح يتم رفعه من مثلا 600 دولار ل 1000 دولار تقريبا. فالأفضل حاليا دلوقتي كويس إن الآن الواحد يشوف شو خياراته بالنسبة لموضوع الهجرة. هناك أنا مرة تكلمت عن هذا الموضوع معك في البرنامج. أيوة. بس عندي بلاحظ كثير إنه الجالية العربية لما يجوا مثلا بدهم يقدموا على طلب الهجرة ما بيكون يعني لا يتم عرضهم أو معرفتهم ب خيارات ممكن هم يقدموا من خلالها لتعديل وضعهم القانوني. معظم الجالية أعضاء الجالية العربية يقدمون على طلبات الزواج أو على طلبات اللجوء السياسي تقريبا 90% من أعضاء الجالية العربية. أيوة. ولكن يوجد هناك مجالات أخرى وطرق أخرى ظرفية ممكن للأشخاص تقديم تغيير وضعهم القانوني. فمثلا إذا كان الشخص وبغض النظر كيف فاتوا على الولايات المتحدة أو مثلا نوع الفيزا اللي فاتوا فيها على الولايات المتحدة، هذه المجالات متاحة جدا يعني بشكل كبير للجاليات الأخرى. ولكن ألاحظ كثير أنه مثلا يجيني مثلا واحد مثلا عملاء من الجالية العربية بيحكي لي أنا مثلا مش متزوج من شخص أمريكي وقضية لجوء ليست موجودة عندي، مش عارف شو أسوي، فقال لي 10 سنين هون مش عارف شو أسوي. أيوة. فبسأله بعض الأسئلة بلاحظ إنه هو كان ممكن يطلع له green card قبل 10 سنين لو حد سأل السؤال الصحيح. ففي ظروف ممكن الواحد يقدم من خلالها green card، وهي مثلا إذا كان الشخص قد تعرض لجريمة في الولايات المتحدة وتعاون مع النيابة ومع الشرطة ممكن يطلع له green card عن طريق طلب اسمه U visa. في حال أخرى إذا كان الشخص قد تعرض للعنف أو التعنيف أو التهديد من شريك الحياة، إذا كان مثلا زوج أو بويفريند أو فيانسي، عنف أسري مثلا ممكن يقدمه من خلالها. فاليوم مثلا في واحدة كلمتني نفس الحوار من الأخت من المغرب، مش عارفة شو تسوي، ما في زواج ما في لجوء. بقول لها عمرك تعرضت للجريمة؟ بتقول لي قبل 2-3 في واحد تعرض علي، يعني تعرضت للضرب ورحنا الشرطة واخذوا بروبيشن لمدة 2 وتعاونت مع الشرطة. قلت لها سرعة قدمي على يوميسا بسرعة. في مجال آخر إذا الواحد مثلا تقاله بالولايات المتحدة 10 سنين وعنده ولد أو عنده أب أو أخت لهم عندهم جنسية أمريكية ممكن يقدموا على شيء اسمه إلغاء الترحيل. في طلبات موجودة متاحة. هذا موضوع كبير، ده احنا عايزين نتكلم فيه بوسع اكتر يعني. ولكن من المهم جدا، لذلك من المهم جدا الاتصال في يعني منظمة او محامي يعني ذو كفاءة والاطلاع على القوانين الاخرى مش بس اللجوء والزواج. طيب استاذ رامي، معلش سؤالي الاخير بقى يعني. الماسكس والمسافات وكده، هل من حق البوليس اوفيسر او من حق اللو انفورسمنت ان هي تو انفورس اشياء يعني مثلا زي ارتداء الماسك او بعد المسافه بين الناس؟ لانه بدا يحصل دلوقتي يمكن نوع من انواع، مش عايز اقول خناقات يعني، ولكن بيحصل بين الناس وبعضها كده، بيبقى فيه حساسيات شويه لو حد مش لابس الماسك حد تاني لابس الماسك، فاحيانا بتتطور اكتر هذه المشاحنات يعني. طبعا امريكا منذ نشاتها يعني بدايه هذه الدوله كان مبنيه على الحريات الشخصيه، وهي يعني مبنيه على مصطلحات يعني pursuit of happiness and personal freedom، انه يعني الحكومه لن تستطيع تدخل بالحريات الشخصيه. ايوه. ولكن طبعا في هناك استثناءات في هذه الحريات، وهي اذا كان في تهديد صحي national emergency أي من هذه الحالات ممكن الحكومة تتدخل. أوكي. فطبعا وجهة
نظر الديمقراطيين والجمهوريين مختلفة بهذا الموضوع، حيث أن الجمهوريين يشجعوا أيوة. الحريات الشخصية فوق يعني فوق السلامة الشخصية. والحزب الديمقراطي يشجع تدخل الحكومة في السلامة الشخصية ضد الحريات الشخصية. ففي نزاع، فعشان هيك الانتخابات راح تكون حاسمة بهذا الموضوع. ولكن الحكومة طبعا خصوصا هنا يعني في أمريكا بسبب يعني طبعا الحريات وقانون الحريات لن تستطيع تدخل، ولكن ممكن يستخدموا هذه الاستثناءات لتبرير التدخل وتطبيق قوانين إلزام لباس القناع أو الماس أو كذا، ولكن حسب الولاية طبعا. الولاية إذا هي أوكي، الولاية ممكن تعطي حريات أكثر من الحكومة الفيدرالية. أنا ولكن تفضل لازم نشوف كيف الانتخابات هذه راح تكون. إذا فاز الحزب الديمقراطي راح نتوقع أنه راح يكون تدخل حكومي أكثر، والمبرر لذلك سيكون السلامة الشخصية. إذا فاز الجمهوريون راح الحرية راح يعني تكون أكثر أو ذات أهمية أكثر من السلامة الشخصية، فهذا طبعا راح يكون قرار للناخبين. انا يعني مش عارف اشكرك ازاي يعني استاذ رامي عقل، يعني وبحييك على كم المعلومات والمعرفه، يعني ربنا يبارك فيك يعني، ودايما احنا بنفخر بوجودك يعني، ووجود يعني شخص على درايه كامله ويعرف في امور قد تكون ايضا امور يعني غير واضحه للناس، لو ولكن تعمقك ومعلوماتك والنوليدج اللي عندك انا بحييك عليها وبنفخر بيك. الله يخليك، انا بشكرك شكرا جزيلا معك والله، وبحبك جدا ومبسوط جدا انه الجاليه العربيه ممكن توصل لهذه المعلومات من خلالي، من خلالك انت ومن خلال الضيوف الكرام. ان شاء الله ان شاء الله. في اي شيء حضرتك عايز توجهه للجاليه العربيه؟ لا بس اخيرا يعني اشجع جدا المشاركه السياسيه من جميع اعضاء الجاليه، والان هو الوقت مناسب الان قبل ما يكون يعني تو ليت انه اي حدا يسجل للتصويت في الانتخابات، ونحب يعني نشوف ان احنا صوتنا مسموع في هذا البلد. وممكن يعني اذا في اشياء او مواضيع سياسيه نحب نغيرها، صوتنا هو اللي ممكن يغير هذه المواضيع. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رامي عقل المحامي والناشط في مجالات كثيرة متعددة، وليس فقط السياسة ولا القانون، ولكن في كل ما يتعلق يمكن بما يحدث في أمريكا على الجانب السياسي، على الجانب الاقتصادي، على الجانب الاجتماعي، على الجانب القانوني طبعا اللي هو أساسه. فأنا بشكره شكرا جزيلا، وبنتشرف ان يكون في ناس زي رامي عقل. فاصل ونعود لحضراتكم وفقرتنا القادمة، ابقوا معنا. Cared for the health of others for so long because we believe no one should go without proper care. Today, we continue to save lives every day from sickness and disease. Right now, you're providing emergency medical care in Yemen, mobile clinic services in Jordan, supporting an oncology ward in South Africa, and helping clinics here in the United States. You can help create a healthier world by donating today at irusa.org. 25 years together. Very low. أني أخ فيهم؟ مش قلتلك واطية فظيعة. The husband will come back to life. Yeah, sure. I'll bet you half the money in the safe. It's okay. The brother's gonna fight it out. You call this a fight? Well, keep your eyes on Ramadan shows with Dish. Save $120 over 2 years with packages starting at $24.99 a month. All the Arabic channels you love only on Dish. Thank you.
كل حتة في بلدنا حكاية مستنياك. روح عيشها وصورها على هاشتاج This is Egypt وخلي العالم يعرفها زي ما انت شايفها. Even before the explosion, Lebanon was on the brink of an economic crisis. Famine and unemployment were on the rise. Sadly, the now flattened port was a major entry point for food and fuel. Islamic Relief teams are on the ground working to clean up debris, delivering your aid to hospitals, getting food to people in need. Recovery will be long, but we will be there through it all. Donate now at IRUSA.org. Cared for the health of others for so long because we believe no one should go without proper care. Today, we continue to save lives every day from sickness and disease. Right now, you're providing emergency medical care in Yemen, mobile clinic services in Jordan, supporting an oncology ward in South Africa, and helping clinics here in the United States. You can help create a healthier world by donating today at IRUSA.org. 25 years together. العروسة بتحب أخوه very low. أني أخ فيهم؟ مش قلتلك واطية فظيعة. The husband will come back to life. Yeah, sure. I'll bet you half the money in the safe. It's okay. The brother was gonna fight it out. You call this a fight? Well, keep your eyes on Ramadan shows with Dish. Save $120 over 2 years with packages starting at $24.99 a month. All the Arabic channels you love only on Dish. قد ايه القدم او قدم الواحد ده يعني هام جدا وله تأثير على الصحة العامة. هو ده يعني انا متهيألي احنا كبني ادمين بنقف على اقدامنا. فخلينا نتكلم عن القدم واهميته واهميته للصحة العامة. وضيفي هيكون معنا على التليفون ايضا الأستاذ الدكتور جراح القدم والأنكل الدكتور ممدوح أبو سمرة. دكتور ممدوح معنا على التليفون؟ أيوة فين معك دكتور ممدوح. مساء الخير يا دكتور. إزاي مساء الخير زي حضرتك أخبارك إيه؟ أهلا وسهلا. حضرتك طبيب وخبير في أمراض القدم والأنكل يعني بودياتري؟ نعم مظبوط هو بالتاكيد بودياتري وفي اللي هو اورثوبيدكس او الاورثوبيديك اللي هو طبيب العظام. ايه الفرق بين العظام وبين تخصص حضرتك؟ هو الفرق بالنسبه لطبيعه التخصص نفسه يعني بالنسبه للطبيب الانكل اللي هو البودياتري فوت اند انكل سيرجن أيوة. باختلافه عن الطبيب الاورثوبيديك ان هو مور سبيشاليز في الفوت اند انكل بمعنى ان الاورثوبيديك دكتور بيتخصص في كل الكلام اللي هو اللي من الشولدر والني والسباين والفوت اند انكل ايفن بياخده يعني في الريزيدنسي بتاعته او الدراسه بتاعته بياخدها بتوع الصعب. لكن بعد كده لما بيجي يتخصص في الفوت اند انكل بياخد حاجه اسمها زماله او فيلوشيب فيها وبيبقى مور كونسيرن اباوت العظم نفسه تمام ما بيبقوش كيريس او مثلا الووند او الباسكولار ستاتس بتاعت البيشنت او الكلام ده مش شغلهم. يعني احنا بمجال التخصص بتاعنا كل حاجه متعلقه بالفوت والانكل او بمعنى ادق من اللور اكستريميتي بيلو دني وداون احنا متخصصين فيها انكلودنج باسكولار انكلودنج من الركبه للقدم يعني
بالضبط كده. بس هو جراحيا مور احنا بنتخصص في الفوتو انكل، بس مش بيكونسرن بقى على الفوتو بس، شغلنا بيتضمن القرح والشغل الاوعيه الدمويه، ونتاكد من الاعصاب والكلام ده كله، والبايوميكانيك او الحاجات الميكانيك الفوت نفسها عشان يتأكد من الأمراض اللي نمنع الوقاية من أمراض كتيرة بتحصل. يعني هو بصراحة أنا عايز أقول لحضرتك يا دكتور، يعني أنا بشكرك طبعا على وجودك معنا، ولكن إحنا ما بنشوفش أطباء في الجالية العربية كتير في هذا التخصص، فيعني إحنا محظوظين إن حضرتك معنا النهاردة. الله يخليك. لا هو العديد في كثير من الأمراض يعني بيكون بدايتها من القدم، ده حقيقي يعني؟ تمام. وهل لها خطورة يعني، ومدى خطرتها على الصحة العامة عموما يعني؟ طبعا في حاجات كتيرة ممكن تكتشفها من العيانين، يعني بداية مثلا ان بتبتدي نتكلم على مرض مثلا زي السكر. ايوه. في ناس ممكن ما تكونش عندها فكرة ان عندها سكر، لكن في اعراض بتبتدي تظهر على العيان وهو مش حاسس، يعني هو مش كيرفول ان هو بقى له سنين انه عنده سكر مثلا، او في مرحله البري دايبيتيك، او دخل في مرحله التجديد بقى له فتره، ايفن وصل لمرحله ان الاعصاب بتاعته بقت ملتهبه، تبتدي تبان في رجليه، يبتدي يحس باعراض نقص في الاحساس او تنميل او تنجلينج بيقولوا عليه، او بيحس بحراره في رجليه، مش عارف ايه اللي بيحصل. تمام. دي معناه انه وصل لمرحله ان الاعصاب عنده ابتدت تتأثر كتير، وبقاله فترة عنده مرض عضوي وعنده مرض كرونيك ديزيز بقاله فترة طويلة، ومش حاسس. دي بداية بتظهر في الأعصاب بتاعت الإيدين. في ناس ممكن ما تاخدش بالها غير ده بيبتدي أول سيمتوم يظهر عنده، تاخد بالك؟ فده أحد الحاجات الكومون أو في الجالية العربية أو في العربية بس، وفي العالم كله يعني الدايبيتيك بيشنت والدايبيتيك بيشنتس. في امراض تانية ممكن تظهر على الاظافر بتاعت البيشنتس، لايك ممكن نبتدي نتكلم مثلا على الناس اللي عندها كاردياك ديزيز، طبعا بيبقى عندهم بعض الاعراض العضويه فوق في القلب، لكن ممكن تلاقي كلابينج اوف ذا نايلز، طريقه شكل الاظافر بتاعت رجليهم، نفس الطبيعه ممكن تتضمن الناس اللي عندها صدفيه او السورايسيس، ممكن السوريات تنيل، طريقه شكل النيل او الاظافر بتبقى فيها نوع من انواع التضييق او البيتنج في النيلز كده، دي بتديك انديكيشن العيان ده لازم نبص عليه، او طيب لازم ياخد فحوصات اكتر. حضرتك بتقول القدم السكري، يعني القدم السكري يعني هو بيختلف عن القدم العادي ان هو واحد عنده سكر، ولكن هل القدم السكري ده ممكن يكون في قدم وقدم لا، يعني مثلا في قدم اليمين والشمال لا، او الشمال واليمين لا؟ طيب تعريف القدم السكري عشان في الموضوع ده فيه اختلاف شويه، في ناس يعني كويس. مش معنى ان انا مريض سكر ان انا لازم يكون عندي قدم سكري. تمام. قدم السكري دوت معناها ان انا وصلت لمرحله الاعصاب بتاعتي والاوعيه الدمويه ما هيش ماشيه بالكفاءه بتاعتي كويسه، يعني ما فيش امداد دموي كويس، والاعصاب بتاعتي مش كويسه في رجلي. تمام. ده بيدخلني بيخليني عرضه للاصابه او الانفكشن بسهوله. تمام. فده دايما لازم دوت يتشاف عيان الدايبيتيك فوت، او الناس اللي عندها، مش هنتكلم نقول دايبيتيك فوت، هنقول الناس اللي عندها سكر وعندها نقص في الاحساس، او حاسس بتغيير في شكل رجليه، اللون مختلف، في وجع مستمر، او في تميل، او في الكلام، شعور مش الطبيعي بتاع البني ادم. ايوه. ده لازم يشوف متخصص في الفوت. لازم، عشان نمنع اي اصابه، لان الموضوع لما بيتطور وما بتاخدش بالنا منه في المرحله الاولانيه بيخش في مضاعفات صعبه، بدايه من الانفكشن، نخش في الشاركوت ارتروباسي او القدم الشاركوت بيقولوا عليها، وبتر بعد كده، فلا قدر الله. فانت مش محتاج توصل المراحل ديت لو انت مريض سكري، انت خلي بالك من رجليك. بالظبط كده. ده باختصار تعريف القدم السكري يعني. طيب هل مريض السكر من اي نوع، يعني السكر اللي هو النوع الاول او النوع الثاني، لابد انه يصاب يبقى عنده قدم سكري، ولا ممكن واحد يبقى مريض سكر وما يبقاش عنده قدم سكري؟ تمام. هو مريض النوع الواحد اللي هو بيبقى دايما من الاطفال، او بيكون دايما بيبقى جيفونايل، اللي بياخد بيعتمد على الانسولين، عشان الناس اللي ما بتبقاش عارفه الفرق ما بين واحد واثنين، اللي بيعتمد على الانسولين لانه عنده البنكرياس ما بيفرزش، مش موجود.
الانسولين مش شغال عنده, البنكرياس ما بيفرش الانسولين بالظبط, فده معتمد على البامب او معتمد على الابر بتاعه الانسولين. مريض السكر نمبر 2 اللي هو دائما بيبقى العيان اللي هو عنده مشكله في الريسبتورز او المستقبلات بتاعه الانزيم بتاعه الانسولين في الجسم ما بتشتغلش, ففي عنده انسولين بيتفرز لكن الجسم ما بيشتغلش تمام. ففي كلا الحالتين يعني مش شرط ان انا يكون عندي واحد او اتنين عنده كده ديابيتيك فوت, لو هو كنترول من الاول وعارف المرض بتاعه وعارف يسيطر عليه ما وصلش لمرحله النيروباثي او التهابات الاعصاب الطرفيه في الايدين او في الرجلين, ده بني ادم كنترول تمام, الكلى شغاله بوظيفه كويسه, القلب كويس عنده, الريتنا والاي كويسه عنده, طيب ده مش ممكن يوصل لمرحله الديابيتيك فوت تمام. ده المين كورس, يعني انا بتاكد ان نفسنا كل الناس توصل للمرحله دي, عنده ديابيتيك فوت, عنده ديابيتس ولا ايه, بس ما نوصلوش لمرحله الديابيتيك فوت تمام. طب هل دكتور الانسجه من الانسجه اللي هي من الركبه للقدم ممكن تؤثر على العظام, يعني على العظام القدم مثلا, او لو في اي شيء في الانسجه نفسها, لان حضرتك كنت ذكرت لي الانسجه. بمعنى ايه حضرتك؟ يعني الانسجه اللي هي في الركب مثلا من الركبه, هل ممكن يعني هل الركبه مثلا اصابه في الركبه ممكن تؤثر على القدم؟ ايوه طبعا, في حاجه الناس بتتجاهلها ان الجهاز السكيلتال عامه بتاع البادي او الهيكل العظمي ما هوش حاجه واحده لوحديها, القدم لوحديها مثلا واليدين لوحديها, لا هو كله متصل ببعضه. الاعصاب اللي هي نقول الفقرات متصله بنهايه الفقرات, متصله بالحوض, متصله بالفخذ, عظمه الفخذ, بعظمه الركبه, بالقدم والكاحل والكلام ده كله, فاي اصابه فوق بتاثر على تحت والعكس صحيح تمام. يعني بمعنى ادق اجيب لك تفصيل, مثلا مريض عنده اللي هو المرضى بتوع اللي عندهم تقوس في الرجلين تمام, في القدم, في ده في النية مالوش علاقه بالقدم, يعني في مرحله التقوس. طب هل ده له علاقه بالفوت؟ ممكن يؤدي الى ان رجلي تبقى ايه واخده شكل الكيرف الخارجي وبيعمل له ضغط خارجي على رجليه, يجي لي عنده التهابات مثلا في الانكل من الجنب او على الاوتار بتاعه العضلات اللي من ورا تاثر عليها. او العكس صحيح بقى, للناس اللي عندها نقنية او الجينوكولجم او اللي هو اللي بتبقى ملتصقه والتصاق الفخذين والكلام دوت, بيؤدي بيبقى ممكن ساعات اسوشيتد معاه او متصل معاه ان يكون عنده فلات فوت ديفورميتي او القدم المخلطحه, بيبقى في مشاكل. ده سؤالي بقى للقادم لحضرتك, لانه في ناس في وخصوصا في الاطفال يعني منتشر احيانا بيتولدوا عندهم فلات فوت او بعض العيوب الخلقيه في القدم, والاكثر شائع طبعا هو الفلات فوت. يعني هل له طرق علاجيه بدون جراحه ولا لابد من تدخل جراحي؟ طيب الموضوع الفلات فود ديفورميتي هو موست ديستركتيف, يعني ايه؟ يعني الناس اللي بيبقى عندها الفلات فود من الصغر وتتجاهله ممكن يعمل ديستركشن او ما تخليش القدم في الفيوتشر كويسه, فلازم الطفل من هو صغير يتعرض على طبيب عشان يتشاف هل ده عنده فلات فوت ولا لا. يعني بعد فترة مثلا نقول المرحلة الأولانية, بعد مثلا من أول ست شهور مثلا في الولادة بيتشاف, لأن في ناس بتيجي أو ناس بتجينا العيادة بتتشيك على لأن هو يتشاف الوضع عنده إزاي, لأن في ناس بتتولد بالفلات فوت ديفورماتي أو يحصل لها ساعة الولادة حاجات تغيير في شكل القدم نفسه نتيجة الولادة والكلام ده تمام. فلكن بعد كده لما الطفل يبتدي يقف على رجليه ويبان يكبر مثلا يشوف القدم جاله فلات فوت ديفورماتي او عنده قدم مفلطحه, هل العيان ده هيتاثر في الفيوتشر؟ ممكن ما يظهرش في الفترات الاولانيه لغايه ما يكبر يبقى عنده 18 سنه 19 سنه يبقى كويس, لكن احنا مهمتنا ان نمنع المشاكل اللي ممكن تحصل له لما يكبر, بمعنى ان لازم الطفل دوت تدخل جراحي او غير جراحي, بيتقاس دوت على حسب هاو ماتش الفلات فوت موجوده عنده وفي انه اتجاه, يعني الفلات فوت لها درجات حسب العظمه بتاع القدم نفسه تمام.
ساعتها بقى ابتدى حد ممكن العيان دوت يتحط في جبس معين يساعده لفترات معينه. لو هل ساعد ولا لا ده بتختلف من واحد للتاني. تمام. لو ما ساعدتوش طيب. لو هو طفل صغير وفي كرايتيريا معينه بتتحط, مثلا الفلات فوت ديت في منها ثابت وفي منها متحرك, يعني ريجيد بنقول عليه فليكسبل. تمام. لو هي ريجيد ده بيبقى صعب شويه, بيبقى العلاج بتاعه جراحيا مختلف عن الفليكسبل. الفليكسبل دوت في الطفل الصغير بيحط حاجه اسمها امبلانت, SPA امبلانت, بتحط في الانكل جوينت, بتحول القدم شويه لاتجاه العكس بتاع الفلات فوت لغايه ما الطفل يوصل لمرحله البلوغ والسنترز بتاعت الاعصاب نفسها تكون قفلت ووصل لمرحله رجليه خلاص بقى كبرت مش هنأثر على السنترز دي في الجراحه. ساعتها نبتدي نتكلم في موضوع الجراحه العظميه, لان يعني في علاجات كتيره وعمليات كتيره مختلفه للفلات فوت بس للادلت مور ذان البيدياتريكس. فالبيدياتريكس موست كومنلي احنا بنستخدم حاجه اسمها الامبلانت اللي بتحط الفوت في بوزيشن معينه عشان خاطر تقلل الديفورميتي لما يكبر وتقلل الضغط على الاورده الاربطه ام سوري الاربطه اللي حوالين الانكل جوينت, فلما يكبر ما تكونش الاربطه ديت متضرره لغايه ما يوصل لمرحله البلوغ. ساعتها بقى نتكلم معاه او هو لو عنده قدره يقرر عايز يتكلم في جراحه او تستمر زي ما انت, لان في ناس بتستمر بعد كده ما يكونش عندها بين, وشوفنا ابطال عالم في رياضات مختلفه بيجوا لنا وما عندهمش مشاكل. ولكن في معظم الحالات التدخل الجراحي ممكن يعني معظم الحالات تتعالج, يعني سواء جراحي او غير جراحي. بالظبط. وعلى اي ايدج مش معنى ان انا عندي فلات فوت وكبير في السن ان انا اي هاف نو تشويس. لا, في طرق وفي جراحات مختلفه وفي حاجات سهله وفي حاجات صعبه بتختلف من حاله لحاله زي ما بقول لك, لان الفلات فوت مش كلمه بسيطه. الفلات فوت علميا موضوع كبير وبيختلف حسب شكل الفوت عامله ازاي وحسب البلانز بتاعت البادي بتاعت عظم الكعب نفسها في انه مسقط افقي ولا راسي ولا ابلاي, في كذا حاجه يعني. فكل ده بيتبص عليه في الاكس راي والاشعه المقطعيه, وساعتها نحدد العمليات اللي تنفع للبيشنز دوت. في منها بياخد عمليات بسيطه وفي عمليات يعني شويه كومبليكيتد تختلف طبعا. طب يا دكتور, يعني في يعني غالبا بيكون الرياضيين بيصابوا في القدم وبيصاب في القدم او في الانكل وبعدين بيسيبها وبيحاول يعني ايه, يعني في شويه الم بسيطه بيستحملها وبيسيبها سنه اتنين تلاتة. فامتى المفروض بعد الاصابه مباشره ان انا اشوف البودياتري او الطبيب اللي هو متخصص زي حضرتك؟ يعني لابد ان انا كرياضي ان انا اروح واشوفه. طيب موضوع الرياضه والسبورتس ميديسن ده موضوع صعب عامه, يعني انا بلعب رياضه فانا عارف اللعيبه دايما ممكن تبتدي تلعب بطولات او ممكن ما تسخنش كويس قبل التمرين بتاعها او يعمل حمل زياده مش متعود عليه, ده بيؤدي. وفي ناس عندها من هي صغيره وشفنا زمان الرياضيين بيحصل معاهم عندها صحيح. مشاكل في الاربطه بتاعتها وما بتعالجهاش صح. طيب ده طبعا ده واحد عنده مشكله في الاربطه وما عالجهاش صح بيخش في كاتيجوري ثانيه بقى على طول, عنده ايه تندنسي في الاصابه بتاعت الانكل جوينت خصوصا الاوتار الخارجيه. انا بتكلم عن الاوتار الخارجيه, يعني في اوتار كتيره حوالين الانكل, اوتار خارجيه واوتار داخليه واوتار داخل المفاصل النفسيه. فالاوتار الخارجيه ده موست كومن انجري اللي هي الاوتار اللي بنقول عليها في الاي تي اف ال والسي اف ال بتاعت عظمه الكاحل نفسها ديت الموست كومن. لكن في اوتار ثانيه موجوده بيحصل لها انجري بس لازم يكون تروما جديده في العاب معينه مثلا زي الفوتبول او الساكر بول, دي ممكن تؤدي لانجري جديده. لكن انا بتكلم على الحاجات الناس اللي هي بتلعب رياضه زي مثلا ايه بتلعب جري وما تسخنش كويس بيجي له مشاكل كتيره مثلا غير الهامسترينج والحاجات اللي فوق, بيجي له ممكن مشاكل في الاربطه اللي هي تحت الموجوده في القدم اللي بيقولوا عليها البلانتر فاشيتس. ده فيري كومن في الناس لانه ما عملش التسخين الصح, هو بيعمل رياضه بس ما عملش ستريتشنج كويس. فلازم للرياضيين عشان افويد الانجريز بتاعتنا اللي هو يعمل التمرين اللي هو متعود عليه, ولازم يعمل ستريتشات واطالات لجميع العضلات بتاعت جسمه لكل رياضه على حده
اللي بيشتغل بالهند بتاعه لازم يعمل عضلات الهند، اللي بيشتغل بالفوت لازم يعمل عضلات القدم والكاحل والأكيليس تندون والهامسترينج والكواد، كل المجموعة العضلات اللي موجودة قدام وورا لازم يحصل لها ستريتشنج. لو ما عملش ستريتشنج العضلات بتبقى منقبضة شوية، وأي حمل عليها بيحصل لها انفلاميشن. بتقول ستريتشنج يعني بتقصد مثلا لو واحد يلعب ماتش كورة مثلا باسكت أو كرة قدم أو تمام، الاستريتشنج اللي قبله اللي هو مثلا ان هو يجري شويه او يمشي حوالين الملعب شويه، او يعني استريتشنج من اي نوع؟ اطالات. اطالات اللي هو ايه بيبقى يعني، لو هو طبعا انت بتتكلم على اللعيبه البروفيشنال اللي بيروحوا يلعبوا كوره او بيلعبوا باسكت بول بيبقى عندهم دايما المدرب بتاعهم عندهم الفيزيكال ثيرابي في التيم تمام، غير الفيزيكال اللي هو الترينر، فيزيكال ترينر اللي هو المدرب بتاعهم بيبقى دايما عندهم الفيزيكال ثيرابيست. الثيرابيست دايما بيديهم ستريتشنج تمام. لو هو تجاهل الثيرابيست او في الناس ما عندهاش الثيرابيست كويسه اللي هم زي موجودين في مراكز العلاج الطبيعي، اصدقائنا كلهم طبعا ناس ممتازين اللي هم فاهمين الاسس، لازم العضله مش مجرد العضله تشتغل وبس، لا لازم العضله تنقبض وتنبسط. الانبساط دوت لازم يبقى كمان زياده عن النورمال عشان تدي العضله الجهد بتاعها بعد كده تقدر تبرفورم كويس. ما ينفعش تديها الشغل اللي هو ايه انقباض كونتراكشن بس بسيط، لا لازم العضله يحصل لها اطاله، لان لو حصل لها اطاله هتقدر تبرفورم بعد كده وما تبقاش عرضه للاصابه. ده اللي بيتجاهله جميع الرياضيين واللي بيبقى عرضه زمان يعني بيريحوا، يعني زي ما بيقولوا عليه وورمنج اب يعني بالظبط. مش بقى ومش بس وورمنج اب، بعد كمان لازم بعد التمرين دايما، الناس اللي هي في الانديه والحاجات اللي الناس ممكن بعد التمرين بتاعها ويخلصوا تمرين الكوره والكلام ده يقوم قاعدين شويه بعد التمرين يعملوا تمارين اطاله. في ناس بتتجاهل النقطه دي. ايوه تمام. وثانيا الحاجه بقى الاهم في الرياضيين ان انا ما اكونش مبطل، خصوصا بعد الاحداث اللي بتحصل والكوره والكلام، ما اكونش مبطل بقالي شهور او ما اكونش بلعب بنفس الكفاءه اللي كنت بعمل بيها من كام شهر وانزل اعمل حمل زياده، لان انا كده بعرض كل الحاجات للقطع مش للانفلاميشن بس. وده حصل مع رياضيين حضرتك لو افتكر، في لعيبه كوره في النادي الاهلي او في كانوا لعيبه في منتخب مصر، انا مش بدون ذكر اسماء، انا كنت سمعت الحاجات دي انه حصل لهم قطع في الاكيليس تندون وقطع مش عارف ايه. طب ده لعيب بيلعب بقى مستوى دولي، ممكن يوقفوا خالص انه يلعب رياضه يعني. بالظبط كده، بيلعب على مستوى دولي، طب ممكن يحصل له قطع ليه؟ اكيد في حاجه مش مظبوطه. طب بالنسبه للناس العاديه يا دكتور، يعني الناس اللي هو واحد مثلا كل يوم يعني بيروح مثلا بيمشي شويه او بيروح الجيم او كده طبيعي، يعني مش رياضي ولا حاجه، ولكن علشان الصحه او الدايت او كده تمام، ده شيء مطلوب، ده لازم البني ادم يعني ما ينفعش ان انا اسيب نفسي لمرحله ان انا ما بعملش اي اكتيفيتي، لان انت كده بتعمل لود على كل الاربطه بتاعت جسمك. لو الوزن زاد او انت ما بتشغلش الاربطه بتاعتك او ما بتشغلش الجوينتس بتاعتك، حتى لو انت مش قادر، الناس الكبيره بنقول لها اللي هي ما بتقدرش تخرج حتى من البيت لازم تعمل جوينت موبلايزيشن، او قاعد في مكان يحرك الانكل جوينت، يحرك الني، يحرك الهيب، يحرك الشولدر والهاند. ده لو مش قادر يتحرك بنقول لهم ده ما جالك بالله قادر يتحرك، يو هاف تو ووك يعني اتليست يعني مثلا 30 مينتس ا داي ووكينج بالراحة، ووكينج بسبيد شوية، ديبينس بقى من كل واحد حسب الميديكال هيستوري بتاعه بالظبط يعني. بس لازم تتحرك، ما ينفعش ان اعتمد كل حاجة من العربية والباص والكلام ده. ففي ناس ما بتعملش مجهود خالص، فطبعا بيخش في كاتيجوري مش الدريد بقى الهارت ومشاكل اللي هو الموست كومن ديث يعني من الهارت ديزيزز يعني. طيب دكتور، هل وجود اللي هي الديد سكين او الجلد الميت في اسفل القدم ده ممكن يؤثر على القدم او على مرض معين ويتطور؟ طيب موضوع الديد سكين دوت اللي هو كيلس ممكن يجي في بونز معينه، هو دايما وبيجي في ابنورمال بونز يعني سام تايمز، بس هو غالبا بيبقى في القدم الاول. لو خدت بالك حضرتك دايما الناس اللي بتشتكي من عندنا تكنه في القدم في الصباع الاولاني الكبير او الصباع الخامس من تحت او من الجنب او في الليل او الكعب او في المره 2 و3 اللي هو العظم بتاع القدم من تحت دايما. ليه بقى؟ لان في مشاكل، بتبقى في مشكله في العظم نفسه، الناس بتبص لها انه ده جلد ميت. طب سبب الجلد الميت ايه؟ اللي حد يشوفه
لازم يتعمل لك اشعه معينه عشان يشوف هل في عظم بياخد عظم بياخد بريشر على العظم الثاني ولا انت مولود كده ولا في حاجه حصلت زياده عمليه الكلام ده كله، عشان في علاجات ليها سواء بإزالة الجلد زيادة أو بإعطاء الكريمات أو الفرش الطبي، بنضيف عليه بعض الموديفيكيشن أو التعديلات كل على حدة، يعني كل مريض بيختلف عن التاني. شيء مهم لازم ناخد بالنا منه طبعا طبعا طيب. لأن في ناس عندها هتشيله هيبيع لك تاني لو أنت ما عرفتش السبب الرئيسي. صحيح، لازم تشيل سبب المشكلة الأساسية. طب لازم يشوفك طبيب القدم. طب بمناسبة ان احنا عايشين في جو الكورونا وفيروس وكوفيد 19 وكده، هل كوفيد 19 هذا الفيروس له تأثير سلبي على القدم؟ هو في قريتها انا ريسيرش بيتكلموا على نوع من انواع القرح اسوشيتد مع الكوفيد 19، بس كلها قايده يعني ايه، يعني بنقول على كيس ريبورت، يعني حاجات بدائيه ما تقدرش تقول عليها يعني ايه ما تبنيش عليها كونكلوجن او تبقى ثيوري او نظريه، بس في كذا كيز ريبورت في كذا ولايه هاز بين ريبورتد يعني في الامريكان بوديتيك نيوز، يعني ان في بيقول عليها الكوفيد فود او قال المصطلح ده وفي ناس كانت ضده، يعني في حاجه اسمها كوفيد فود نوع معين من القرح معينة اسوشيتد مع ناس عندها كوفيد، بس هل لسه ما حدش يعرف بالظبط ايه اللي هيحصل، ويعني هل في كوموربيديتيز كانت تحت او في امراض مسببه غير الكوفيد هي اللي ادت لظهور القرح دي ولا لا، الكلام ده كله في قيد الدراسه طبعا وهياخد وقت لان الموضوع ما هو الحديث لسه. طيب بالنسبه للحفاظ على القدم، يعني في احذيه او جوارب من نوع معين قطنيه لابد من ارتدائها عشان احافظ على القدم، واحنا عندنا بقى يعني كعرب وكمصريين كنا متعودين زمان في الشتاء نقعد طول الشتاء لابسين شراب في رجلينا والولاد يناموا بيه ويصحوا كده يعني، فهل حقيقي ان النوم لابس شراب ممكن يؤثر على القدم او يؤثر سلبي على الصحه العامه يعني؟ لا، هو مش موضوع الشراب اللي بتنام بيه اللي يأثر على الصحه العامه، هو الموضوع ازاي تخلي بالك من رجلك، سواء عندك مرض سكر ما عندكش مرض سكر او الكلام ده كله، ازاي تخلي بالك من رجلك؟ يعني الرجاله المسلمين عامه، مش الرجاله العربيه، المسلمين عامه اكتر ناس رجليهم بتوصلها الميه، يعني احنا بنتوضى 5 مرات في اليوم. وفي ناس بتتوضى بتنسى حاجه مهمه انها ما بتنشفش رجليها كويس، فانا بشوف الكلام دوت وبقول لحضرتك ان لازم البني ادم يخلي باله، لازم او تاخد شاور او تغسل رجليك، لازم تنشف ما بين الاصابع، لان الاصابع ديت اكتر مكان بيسبب فطريات في الجسم ما بين الاصابع اللي انا يعني وفي ناس تاثير الميه على القدم ممكن يكون مش كويس لو ما تنشفتش. طبعا هو الميه مش نفسها كويسه، لكن انت كير نفسه بعد استخدام الميه. الماء بتستخدم في ان جنرال، بيستخدموها في الهيدروثيرابي في التريتمنت، بيستخدموها في الورلبول او الناس اللي عندها قرح في التريتمنت، الماء كويسه، ماء علاجيا كويسه جدا، لكن انا بتكلم على الماء اللي بتستخدم مثلا في الشاور او بتستخدم في الوضوء، لازم تنشف من اصابعك كويس عشان تتجنب الفطريات، لان الفطريات ممكن تسبب بكتيريا ويحصل لك انفكشن في الكلام، سواء كان عندك سكر او ما عندكش سكر، ده نمره واحد، وتسبب روائح مش كويسه في الجسم والابيسو على التانية القدم. تمام، فده احد بدايات الايه الكلام عن الاعتناء بالقدم. المره الثانيه، الناس اللي عندها مشاكل او عندها سكر لازم اول ذا تايم ان هي كل يوم يشوف رجليه، هل في فتحات في رجليه؟ لان ممكن تكون قرح مش واخد باله منها، حاجه ده لون احمرار في رجليه، رجليه في انتفاخ او تورم لازم يتعرض على دكتور، كل او في تروما او نوع من انواع اللي بنقول عليه حته دكنه او حتى شكلها غامق في رجليه اتخبط وهو مش واخد باله، ممكن يكون حصل له كسر داخلي. الناس اللي عندها سكر برضو او غير سكر لازم تحط كريمات من رجليها بس ما بيبقاش من الصوابع عشان تخلي رجليها مويست، لان الغدد اللي موجوده في الجلد نفسها ما بتشتغلش كويس، بالذات عند الناس اللي عندها سكر الدايبيتيك فود ما تبقاش شغالة الغدد طبيعي في الجسم كله، مش يعني الكريمات واللوشن والحاجات دي مهمة. ده لازم عشان تخلي رجليك مويستر. ليه؟ لان انت لو رجليك مش طرية او مش مويستر هتبقى ايزي انها عرضة للكراكس او تفتح، صحيح ده يسبب قرح، فانت لازم تخلي الجلد نفسه ايه طري شوية.
ده سواء كان عنده حرق الناس اللي عندها سكر او ما عندها سكر يعني. فده مهم جدا. وثاني الاحذيه طبعا لازم تختار الاحذيه اللي هي نوع بيقولوا عليها اللي هي فيها شوك ابسوربشن يعني فيها بتمتص الصدمات، ما تكونش حاجات ناشفه. الستات لما بيجي لي بنات او امريكان او اي حد بيجي لي من في العياده، الناس اللي بيبقى عندهم مشاكل في رجليهم اللي بيلبسوا الهاي هيلز والكلام دوت، فطبعا بتعمل لهم مشاكل كتيره وحاجات مع بانيون او مشاكل في العظم بيحصل قدام، تتطلب عمليات بعد كده طبعا. فلبس الكعب والحاجات دي طبعا مش هتقدر تقول لهم لا، لان انت عارف طبعا بس على الاقل تقلل منها بالظبط كده. والحاجات الفليب فلوب والكلام ده كله طبعا مش كويسه، لان هي بتبقى فلات، خصوصا الناس اللي عندها فلات فوت او عندها مشاكل في العروق لازم تستشير الطبيب، لان في انواع من السليبرز ممكن تلبسها كويسه طبيه برضه تاخد بالك. فكلام يعني موضوع الاعتناء بالقدم مش كلمه واحده، لا، فيها كريمات وفيها احذيه معينه. والشرابات اللي بيتكلم حرق، ايوه لازم تلبس شرابات قطنيه، تحاول بقدر المستطاع انك تبعد عن شرابات البوليستر او النايلون، لانها بتسبب بالذات في الصيف طبعا بتسبب عرق في رجلين وروائح مش كويسه تمام. واكزيما بتسبب حاجات والتهابات في الجلد، فكل الكلام ده مش بيحصل وبنشوفه، ولكن صعب انك تلاقي. انا عارف الشرابات اللي هي القطنيه 100% والكلام ده كله، بس الحاجات اللي فيها اتليست القطن كويس. بالنسبه للناس اللي تلبس في الشتاء شرابات والكلام ده مش وحش، بس انت لازم تكون تعرض يعني رجليك في فتره من الفترات للهواء، ان هو الفوت والانكل عضو زي اعضاء الجسم كلها محتاج هواء. ما ينفعش اول ذا تايم انت تكون كاتم رجليك في شوز مثلا تقعد 10 ساعات تشتغل سواق او بتنام بالليل وتتوضى وتلبس الشراب وتنام، ما ينفعش هتصاب بحاجه يعني. فلازم تخلي بالك من رجليك كأنك بتغسل ايديك او بتغسل وشك نفس الستايل كده يعني. ما ينفعش انك تجنور عشان مجرد رجليك، لا. انا وتلاقي البني ادم بعد كده يجي يقول لك انا عندي مشكله وعندي مش عارف اشتغل ورجليا وريحه وكلام. طب الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج، صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على معلومات قيمه فعلا وهامه جدا لنا كلنا، وان شاء الله المره القادمه تكون معنا على الهواء في الاستوديو ونستقبل مكالمات الناس مع بعض. انا اللي بشكر حضرتك وبشكر البرنامج وبشكر كل السادة المشاهدين، شرفتوني حضرتك، شرفت بقى معرفة حضرتك، وانا دايما على تم الاستعداد للاستفسار، الرد على استفسار اي حد في الجاليه سواء عن طريق الايميل او عن طريق التليفون في العياده عندنا في واحنا يعني بنقول للساده المشاهدين وبنشدهم ان الدكتور ممدوح ابو سمره بابه مفتوح لكل. اكيد بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا حضرتك. شكرا. السلام عليكم. فاصل ونعود. Even before the explosion, Lebanon was on the brink of an economic crisis. Famine and unemployment were on the rise. Sadly, the now flattened port was a major entry point for food and fuel. Islamic Relief teams are on the ground working to clean up debris, delivering your aid to hospitals, getting food to people in need. Recovery will be long, but we will be there through it all. Donate now at IRUSA.org. Cared for the health of others for so long because we believe no one should go without proper care. Today, we continue to save lives every day from sickness and disease. Right now, you're providing emergency medical care in Yemen, mobile clinic services in Jordan, supporting an oncology ward in South Africa, and helping clinics here in the United States. You can help create a healthier world by donating today at IRUSA.org. 25 years together. الو مساء الخير استاذ هشام. الو مساء الخير. اهلا استاذ هشام. اهلا بيك يا فندم. ازيك ان شاء الله تكون والاسره بخير وتمام. الله يخليك يا استاذ محمد. اولا انا ببارك لك على مشروعك اللي انت ما تتخلتش عنه. يمكن احنا كان لنا لقاء من سنين طويله
وكان المشروع لسه صغير وانت ما تخللتش عنده يعني يعني مستمر والحمد لله ربنا وفقك والنهارده ببارك لك يعني على مصانع مصانع للفلافل مش بس مش مجرد مشروع صغير زي ما كنا يمكن بنتكلم عليه في اول لقاء بس انا عايز اقول للساده المشاهدين ان احنا هنا هذه الفقره ليس بصدد الاعلان ولكن احنا بنرصد قصه نجاح قد تكون يعني دافع للكثير واضافه لجالياتنا العربيه بالولايات المتحده الامريكيه انه يكون عندنا شاب تبنى فكره معينه وصمم عليها ورغم ان هي صعبه وفي وقت مش منتشر فيه خالص هذا النوع من الطعام ولكن صمم عليها ونجح والحمد لله النهارده احنا بنبارك له فانا ببارك لك يا استاذ هشام واول سؤال ليا بساله لك انه ليه فكرت في مصنع فلافل؟ اشمعنى يعني مصنع فلافل؟ الاول تحياتي ليك يا استاذ محمد انت راجل اعلامي كبير هنا وليا الشرف ان انا اكون معاك في البرنامج وتحياتي لكل مشاهدينك الكرام في كل مكان. ربنا يخليك. الفكره كانت صغيره والحمد لله انا فكرت ان انا اعمل حاجه من بلدي من مصر ومنتج يكون يعني انا كنت بعمله للجاليه العربيه بدات فيه للجاليه العربيه اللي هو الفلافل والحمد لله لقى اقبال كتير بقيت اغير فيه عشان اقدر اخش السوق الامريكي او السوق بقيه الجاليات الموجوده هنا وان هي كتير جدا لان انا عايز اركز اكتر على الامريكان هنا عشان اوصلهم الفلافل بطريقه بشكل جديد فغيرت في المنتج نفسه غيرت في الحاجات بتاعته الاساسيات بس الطعم ما اتغيرش بس الفوائد والقيمه الغذائيه بتاعته كانت اعلى ما هو ده اللي انا عايز اعرفه انت يعني ازاي البدايه يعني بدايه المشروع ازاي وطورته ازاي علشان يبقى مصنع احنا انا بدات بفكره وقابلت كان ليا صديق اسمه رضا والنهارده الصديق ده هو اخ وشريكي النهارده بقالنا مع بعض اكتر من 12 سنه طبعا تحياتنا للاستاذ رضا اكيد يعني الله يخليك يا فندم وكان حظي حلو ان انا صادفت الانسان ده لان كان انسان كويس وبدانا حطينا ايدينا في ايدين بعض وبدانا بالمشروع صغيرين جدا بامكانيات صغيره واحده واحده بقينا نزود في المنتج بقينا نغير بقينا نضيف حاجات للمنتج نفسه الاطعمه حاجه نص مستوي برجر حاجات كتير الحمد لله وكانت كويسه في السوق يعني هو عموما كتير من الناس هنا سواء الامريكان او العرب عموما يعني بيعتبروا ان الفلافل دي طعام صحي ازاي شايف ده؟ هو فعلا لو الناس تقرا كتير عن الفلافل الفلافل انت عارف مكونات الفلافل حمص وخضار كتير انواع خضار كتير واحنا ضفنا حاجات لتعليه القيمه الغذائيه بتاعتها احنا الفلافل دي فيها بروتين وفيها معادن وناس كتير النهارده بتستخدمها للدايت لان هي غذاء مناسب جدا للدايت وفي امكانيات كتير ان اعملها من غير ما ازود لها اي اويل او اي نوع من الزيت بس الفيجيتابل مع الخضار الميكس ده بحطه في اير فراير يعني مفيش زيت مفيش زيت مش بتتقلي في الزيت يعني خالص وبتديك نفس الطعم ونفس القيمه الغذائيه بتاعتها بالعافيه بس في ناس كتير بتحبها فرايد لان التيست بتاع الزيت الاويل بيبقى ليه طعم تاني اللي هو الاير فراير ما فيهوش زيت الاير فراير بيبقى مجرد بتحط ما فيش اي انواع من انواع الزيوت يعني بالظبط فعلا طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني انت هي فلافل اكله صحيه كلها فيجيتابل وكلها اشياء كلها ما فيهاش اي مشكله طيب ليه كنا زمان كنا بنعتقد ان الفلافل دي اللي ياكلها يبقى يعني اكله صعبه ولازم يمشي بعدها وكده لا بالعكس خالص ناس كتير جربتها وناس كتير بتبعت لي على الانستجرام وعلى الفيسبوك ناس وناس امريكان يعني سعداء جدا بيها والحمص اصلا في المعده خفيف جدا احنا المنتج بتاعنا كله حمص ما فيهوش فول
الفول بيبقى صعب شويه في الهضم، بس الحمص حاجه قيمته الغذائيه طيب اعلى. كلمني عن مكونات الفلافل، يعني هي حمص وايه تاني؟ هي حمص وسبع انواع خضار، ودي ما حدش بيحطها خالص. احنا مميزين بالفلافل بتاعتنا بكميه الخضار الكتيره اللي فيها اللي كلها فوائد. يعني احنا زي عندنا إيه مثلا؟ بصل، في بصل وفي توم وفي بقدونس وفي شبت اللي هو الديل، وفي بصل اخضر اللي هو الاسكاليون، وفي حاجه جديده احنا اضفناها الكيل. الكيل ده فيه مكونات غذائيه عاليه جدا وما بيغيرش في طعم الفلافل، بس هو ده اضافه قيمه غذائيه اعلى. وناس كتير هنا من الامريكان لما بيشوفوا كلمه كيل بدات الاقبال عليها بيزيد. طبعا علشان عارفين الفايده الصحيه ليها يعني، او الفيتامينات اللي فيها. طيب بالضبط. في انواع، انت قلت لي في الفلافل انت مش بتنتج نوع واحد، بتنتج يعني اشكال مختلفه منها. بالظبط، احنا دلوقتي بنحاول نتماشى مع السوق، بنعمل حاجه اسمها نص مقليه، بتتعمل في عبوات مكن، بتتاخد بتتقلب بطريقه سهله بالنسبه للبيت. في العجينه بتاعتها البيت نفسه ممكن يتعمل انت بتكونه زي ما انت عايز. أيوة. في برجر بتعمل برجر فيج، لان انت عارف ناس كتير ما بتاكلش لحوم فبتحب ان هي تاكل حاجه فيج، فدي تعتبر من الفيج يعني. وفي عندي باتيه، وبنعمل حاجات كتير، وفي حاجات كتير سبايسي، في سبايسي واشياء كده. بالظبط، في سبايسي وعليها اقبال كتير قوي برضو. ودي جاهزه بتبقى معبأه في اكياس وجاهزه، دي في عبوات جاهزه وعبوات صحيه جدا وموجوده في كل حته باذن الله دلوقتي. طيب طريقه ان انا يعني انا اشتريت الكيس، ان انا الانستراكشنز ازاي ابتدي اسوي الفلافل او اعملها في البيت عندي مكتوب موجوده على العبوات، الطريقه ازاي ان انا لو واحد هيقلي الفلافل او يحطها في الاير فراير او. طبعا احنا بنعمل شغل بروفيشن، كل حاجه موجوده على الباج من بره. ازاي تبدا تطبخها وازاي طريقه الحفظ بتاعها، كل حاجه موجوده على الكيسه بتسهل على اي حد ان هو ممكن يعملها. طيب شمسة، انت ساعدت كان الحكومه الامريكيه كانت بتقدم مساعدات وقت الكورونا للناس اللي هو عندهم الدخل القليل او اللو انكم، وانت كان لك دور معاهم وساهمت في عمليه في ان انت مدتهم بالفلافل وايضا قمت بتوزيعها، فكلمني عن ده، كلمني عن ازاي استقبلوا شيء زي ده. يعني انا اللي انا فهمته ان انت ما كانش فيه ربح، يعني كان مجرد انت بتعمل مساعده وضمن مساعدات الحكومه يعني. احنا الحمد لله كنا من الناس اللي ما قفلتش في الوقت بتاع الكوفيد 19، كنا شغالين والمصنع اشتغل 2 شيفت 24 ساعه كان شغال عشان يقدر يغطي طلبات بتاعه الشركات اللي بتاخد عشان تدي الناس وتوزعها على جميع انحاء نيويورك. وكنا بنلبي الطلب في ميعاده والحمد لله ما تاخرناش عن اي طلبيه. احنا كنا حاطين نسبه هامش ربح بسيط ان احنا نتماشى مع السوق، ان احنا نقدر عندنا عماله طبعا، فكان الموضوع بالنسبه لنا مش ربح، كان مساعده اكتر عشان نحس ان احنا بنقدم خدمه للجاليه وللبلد نفسها. ودي حاجه كلنا احنا بنفخر بيها يعني. طيب بيتم توزيع منتجاتك فين؟ يعني في ولايات محدده ولا على مستوى امريكا؟ احنا الحمد لله النهارده في المحلات الكبيره اللي ليها فروع كتير، عندنا تريد فير، سي تاون، فود بازار، كي فود، التشينز الكبيره، بلدي في نيويورك، في بروكلين. عندنا فرانشايز اسمه حلال جايز، ده من اشهر الفرانشايز طبعا في امريكا. النهارده عنده اكتر من 300 محل على مستوى امريكا كلها. احنا الحمد لله من الناس اللي معاه، موجودين معاه في توزيع الفلافل، والحمد لله بنكبر مع بعض. ويمكن حلال جايز ده اول فرانشايز على مستوى مش امريكا، على مستوى العالم، والحمد لله 100% عربي. ناس ناجحه جدا جدا. والحمد لله ان انا ليا حظ ان انا اكون معاهم. طيب استاذ هشام بقى، انا ليا طلب خاص منك يعني وحصري، محدش هيقول لحد يعني، ده بيننا وبين بعض احنا بس والمشاهدين اللي حوالينا. عايزين نعرف طريقه تحضير الفلافل في البيت،
احنا مش هناخد منك البيزنس يعني، احنا ايه للناس اللي قاعده في البيت ونفسه يعمله. ان انت حبيبي انا هقول لك على كل الاسرار بتاعتك. اتفضل. موضوع سهل جدا بس هو طبعا النسب بتاعته. انا زي ما قلت لك المكونات بتاعت الفلافل نفسها، الحمص، الحمص ده المفروض بيبقى في الميه 12 ساعه، من 10 ل 12 ساعه حسب حجم الحمص. كويس. بيتحط في المكنه بنسب مع البصل مع الثوم مع البقدونس مع الشبت مع البصل الاخضر مع الكل، مع طبعا في عندنا بهارات كتير بنحطها، احنا بنحط حوالي 5 انواع بهارات. دي بتعمل طعم جميل جدا، ومعظم الطعم انت هتلاقيه نفس الطعم المصري، هو المكون مختلف بس نفس الطعم المصري بس بشكل جميل، يعني ان الناس كلها حبت الطعم. فالموضوع سهل جدا، انت بتخلط الحاجات دي بنسب معينه، يعني مثلا احنا لو جبنا هنقوله 5 باوند حمص، ممكن احط معاهم بصلتين مع 3-4 فصوص ثوم، شويه بقدونس شويه شبت شويه بصل، حاجات بسيطه كده. أيوة. وكل ده ممكن يتضرب في الخلاط مع الملح، البهارات بتحط ينسون، طبعا في حاجات احنا بنحطها ما حدش بيحطها خالص، اليانسون، الشمر اللي هو اللي هي الحاجات بتاعتنا احنا بقى دي، يعني الحاجات بقى بتاعتنا احنا. أيوة. المصري، الهول سبايسي، الكمون، كزبره الخشنه، وكل حاجتنا بنحطها سليمه زي ما هي عشان تحتفظ بالزيوت بتاعتها ما تضيعش، يعني بنعملها احنا عندنا بنجهزها ونطحنها مع المنتج فبتدي قيمه غذائيه اعلى للمنتج. طب ازاي بتوصل ان هي تبقى عجينه؟ يعني بعد ما عملت كل ده بيبقى عجينه ازاي يعني؟ بعد ما ده لما بيتضرب في المكنه عندنا بتبقى في الاخر الخليط ده بيبقى عجينه. الخليط بيبقى عجينه. الخليط بيبقى عجينه. طيب انا تاخدها. بتبقى عجينه ودايما وانا بشوف الفلافل دلوقتي موجوده في المطاعم في المنيو، يعني المطاعم الامريكيه. النهارده الفلافل بقت من اشهر المأكولات في نيويورك او في امريكا كلها، اي مطعم هتخشه هتلاقي في المنيو، لازم هتلاقي في البريكفاست او في اللانش لازم هتلاقي الفلافل. طيب انا عموما بص اقول لك حاجه استاذ هشام، عشان يمكن الوقت شويه بيدهمني، احنا لنا لقاء ولنا زياره للمصنع عندك، عايزين نصور، لان انا اسمع عن مكان بيعملوا فيه فلافل لكن ما سمعتش عن مصنع قبل كده. انا بوعدك بحاجه هتكون حصريه بالنسبه للبرنامج. ايوه. احنا بنعمل مصنع كبير وده جديد وهيبقى اكبر مصنع في امريكا. انت هتكون متواجد بتصور معانا ان شاء الله الافتتاح بتاعه، وده هيبقى خبر جميل للجاليه ان شاء الله، وهنتعشى يومها فلافل باذن الله. باذن الله. تحت امرك يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا. وانا سعيد على اللقاء الجميل ده. استاذ هشام امين من الشخصيات الناجحه في الجاليه العربيه بالولايات المتحده الامريكيه، وصاحب مصانع الفلافل المشهوره حاليا، دلوقتي بقت مشهوره على مستوى امريكا. بشكركم شكرا جزيلا، ونلتقي الاسبوع القادم. اصبحوا على الف خير.